السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم رينات حسين. هنشرح النهاردة المحاضرة الخامسة في الكلينيكال باثولوجي بعنوان الهيماتوبويسس، اللي هي تصنيع مكونات الدم. قبل ما نبدأ نفتكر بابا وزميلنا محمد الدسوقي، وندعي لهم بالرحمة والمغفرة، ونفتكر زميلنا أحمد حظ ربنا يقومه بالسلامة ويرجعه لأهله سليما المعافى. في محاضرة النهاردة هو بيتكلم عن الهيماتوبويسس اللي هي تصنيع مكونات الدم، واحنا عارفين ان هي مكونات الدم هما 3 خلايا أساسيين اللي هم الريد بلاد سيلز والعمليه اللي بتكون اسمها الاريثروبويسس، الوايت بلاد سيلز والعمليه اللي بتكون اسمها الليكوبويسس، والبلاتلتس اللي بتتكون عن طريق اللي هي الميجا كاربويسس. طيب الاماكن بتاعتهم او اماكن تصنيعهم بنقسمهم على حسب المرحله العمريه، لو هو كان فيتس او هو لسه في بطن الام انترا يوتراين، فممكن يكون موجود في الليفر او في السبلين او في البون مارو، على حسب المرحله العمريه برضه او على حسب الشهور اللي فيها. لو هو من شهرين اللي هو من شهرين ل7 شهور، يبقى ده كده فين؟ يبقى ده كده في الليفر او في السبلين. لو طرحناهم من بعض وجمعناهم يعني من 5 ل9 شهور، يبقى ده كده فين؟ ده كده في البون مارو. ده لو هو كان فيتس لسه جوه بطن الام. لو هما كان انفس، لو هما كان لسه اطفال، ممكن تتكون في البون مارو بتاع كل البونز. لو هما ادلت ده بيتكون في 6 اماكن، هناخدهم من فوق لتحت. يعني لو احنا خدناهم من فوق كده، اول حاجه هتقابلنا فوق اللي هو الايه، السكال. بعدين هننزل تحت شوية هنلاقي الريبس، وجنبها الاسترنم، وصدهم من ورا اللي هو ايه، اللي هو الفيرتبري. هننزل تحت شوية هنلاقي السكرم، بعدين بعد السكرم هنلاقي ايه، البلفس، وبعد البلفس هنلاقي اللي هي الايه، البروكسيمال اند بتاعت الايه، الفيمر. يبقى من فوق لتحت اللي هو اول حاجة السكال، وبعدين ثم الريبس والاسترنم جنب بعض اللي هي منطقة الثوراسيك كيدج، وبعدين الفيرتبري، ننزل تحتها السكرم، وبعدين البلفس، وبعدين البروكسيمال انس بتاعت الفيمر. طيب هو دلوقتي هيتكلم عن تحديدا في المحاضره دي عن الريد بلاد سيلز، او العمليات تكوين الريد بلاد سيلز والديستربنس اللي هتنتج عنها اللي هي الانيميا. فاحنا دلوقتي عاوزين نعرف اصلا الريد بلاد سيلز بتتكون ازاي. بيقول ان هي بتنتج من، احنا هنرسمها الاول بعدين ممكن نبقى نقرا كلام. اول حاجه ان هم بتنتج من مكانين مهمين جدا اللي هم الكيدني والليفر. الكدني والليفر ايه اللي بيحصل فيهم؟ ان هو اللي بيحفزهم او الاستيمولاي بيحفزها اللي هو الاكسجين تنشن، او وجود الاكسجين في الاماكن دي. فلما يزيد في دلوقتي، احنا بعد ما عرفنا اماكن وعدد الريد بلسلز، عايزين نعرف بقى ايه الابنورماليتيز او ايه الديفيشنسز او المشاكل اللي هتنتج من نقص الريد بلسلز دي، او المشاكل اللي هتحصل فيها. اول حاجه هي الانيسايتوزس. الانيسايتوزس ده هو معناه ان هو تغير في السايز بتاع الريد بلاد سيلز. تاني واحده اللي هي البوكيلوسايتوزس، هو تغيير في الشيب. هي مكتوبه هنا غلط، المفروض ان هو تغيير في الشيب، تغير في الشيب بتاعه الريد بلاد سيلز. يبقى واحده على حسب السايز، واحده على حسب ايه، الشكل. لو هي على حسب السايز يبقى هي اللي فيها اس، انيسايتوزس. لو هي شيب يبقى هنا ايه، البوكيلوسايتوزس. في حاجة اسمها التارجت ار بي سيز. التارجت ار بي سيز دي بيكون ايه اللي فيها؟ بيكون ان هو بتكون واخدة شكل الرنج كده، و بتكون واخدة شكل الرنج كده، بيكون الهيموجلوبين مترسب في الاطراف كده. فبيقول ان هو دي سيلز هاف ا نورمالي ستيند بريفيرال رينج من الهيموجلوبين ان اديشن تو اراوند سنترال اريا. يعني من بره كده الهيموجلوبين بيكون متركز، ومن جوه كده ايه، فاضي. دي موجوده في 3 انواع من ال او نوعين من الانيميا ومشكله. يعني هو ممكن نجمعهم في كلمه تل. اول حاجه اللي هي الثلاسيميا واذر ابنورمال هيموجلوبينز، ما هي الثلاسيميا. تاني حاجه اللي هي الايرن ديفيشنسي انيميا والليفر ديس اوردرز. يبقى اللي هي التارجت سيلز دي، لو هي بما ان هي بتبتدي بحرف التي، فاحنا برضو هنشوف حاجه بتبتدي بحرف التي اللي هي التل، الثلاسيميا والايرن ديفيشنسي والليفر ديس اوردرز. بعدها هنيجي على السفيروسايتس. السفيروسايتس دي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن سمول ار بي سيز. يبقى هي حاجه برضو تبع السايز، هي عباره عن سمول ار بي سيز، ولكن هي مليانه هيموجلوبين، مليانه هيموجلوبين. دي موجوده فين؟ موجوده في حاجه كونجليتال، في كونجليتال سفيروسايتوزس. بما ان هي سفيروسايتس فهي تعمل ايه؟ كونجليتال سفيروسايتوزس. وموجوده في نوع من الانيميا اسمه الاوتو اميون هيمولايتيك انيميا. واخر واحد اللي هو الهيمولايتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن ريزلتنج فروم الاي بي او انكومباتيبلتي، ان هو حصل يعني حصل بلاد ترانسفيوجن، بس يعني حصل نقل دم، بس هو مثلا واحد عنده بلاد جروب ايه اتنقل له مثلا بي او كده، فهو حصل نوت ماتشنج يعني، او النقل الدم تم بصوره غلط يعني.
فبالتالي الخلايا اللي جوه اتكسرت. ما علينا، يعني المهم ان هو في السفيروسايتس بيحصل فين؟ في الثلاث اماكن دول، في السفيروسايتوزس، وفي الاوتوميون هيمولايتيك انيميا، وفي الهيمولايتيك ديزيز بتاعه الاي بي او انكومباتيبلتي. في السيكل سيلز واخده شكل الهلال كده، واخده شكل الهلال كده، دي بتحصل فين؟ بتحصل في السيكل سيل انيميا عادي، بيكون شكلها سيكل او ايه، او كريسنت. الاليبتوسايتس، دي بتكون شكلها ايه؟ بتكون شكلها اوفل او روت شيب كده، بتكون مطوله كده شويه، بتحصل فين؟ في الكونجريتال اليبتوسايتوزس. الاوفالوسايتس طبيعي ان هي تكون اوفل، تو الونجيتد اليبتوسايتس، بتحصل فين؟ في الاوفالوسايتوزس. والبولي كروميجيا ان هو عدد الريتيكولوسايتس ايه، زياده. الريد سيل انكلوجن طبيعي ان الريد سيلز ما تكونش فيها انكلوجنز من جوه، ولكن لو حصل بقى ايه الابنورماليتي اللي تنتج منها، هو في نوعين، نوع اسمه الهول جولي بودي. الهول جولي بودي ده اللي هو فيه بقايا من النيوكليوس اللي اتبقت جوه الريد بلاد سيلز، فعملت هو الجولي بوديز. او نوع تاني اسمه السيدروتيك جرانيولز. السيدروتيك جرانيولز دي هي عباره عن ابنورمال بيزوفيليك جرانيولز كده، ليها اسم تاني اللي هو الايه، اللي هو البابنهايمر جرانيولز. الريد سيل انديسس بقى، في عندنا تلات عوامل مهمه، اللي هو الام سي في، والام سي اتش، والام سي اتش سي. اول حاجه الام سي في هو عباره عن الفوليوم بتاعه الريد بلاد سيلز، وحده القياس بتاعته اللي هي الفيمتو ليترز، بما ان هو فوليوم يعني هو الفوليوم بتاعه الريد بلاد سيلز اللي موجوده في الدم. ودي المعادله بتاعته، ان هو بشوف السيل فوليوم وبضربه في 10 على الريد سيل، على الريد بلاد سيل كاونت. يعني هناخدها مجازا، هي من ايه، من 80 ل 100 مجازا. يعني لو هي من 80 ل 100 يبقى هي كده ايه، نورموسيتك. لو هي اقل من 80 يبقى هي ايه، مايكروسيتك. لو هي اكبر من 100 يبقى هي ايه، ماكروسيتك. ده كده ايه، ده كده الام سي في. الام سي اتش من اسمها كده، هو الاتش اللي هو الايه، هو الهيموجلوبين. هيبقى نشوف كده الويت بتاعه الهيموجلوبين اللي موجوده في كل خليه. وحده القياس بتاعته اللي هي ايه، البايكوجرام. بشوف الهيموجلوبين الموجود في الخليه بضربه في 10 على الريد سيل كاونت، والمفروض ان هو الطبيعي بتاعه من 27 ل 32 بايكوجرام. لو هو في الافريج ده يبقى كده نورموكروميك، لو هو اقل يبقى ايه، يبقى هو هايبوكروميك. طيب الام سي اتش سي هو معدل تركيز الهيموجلوبين اللي موجوده في يونت فوليوم من الريد سيل. يعني تركيز الهيموجلوبين اللي موجوده في وحده معينه من الريد سيل دي. بشوف الهيموجلوبين بضربه هنا بقى في 100، فوق انا كنت بضرب في 10، هنا هنا بقى بما ان هو التركيز فانا بضرب في 100 على الهيماتوكريت. الهيماتوكريت دي اللي هي عباره عن نسبه الريد بلاد سيل اللي موجوده في الدم. والثلاث معادلات حفظ الدكتور قالت مهمين. نخش بقى على الايه، على الانيميا، اللي هو بما ان هو هيحصل نقص او ديستربنس في الريد بلاد سيلز هتعمل لي ايه، انيميا بمختلف انواعها، على حسب بقى ايه اللي ناقص وايه اللي زاد هنسمي بقى الانيميا دي. فبيقول ان هو تعريف بدائي كده للانيميا، فبيقول ان هو الانيميا دي هي عباره عن ايه، هي عباره عن ديكريز اما في الهيموجلوبين او في الريد بلاد سيل كاونت او في الهيماتوكريت او في كلهم، على حسب الايج او على حسب السكس، وكل واحد او على حسب ايه اللي ناقص هنسمي الانيميا دي. وبنقسم الانيميا دي لتقسيمتين، نوع على حسب السبب اللي هو ايتيولوجيكال، ونوع على حسب الشكل اللي هو مورفولوجيكال. لو هو هنقسمها على حسب السبب، فهو في اول نوع اللي هو الايه، الديسيموبويتيك انيميا. الديسيموبويتيك انيميا دي ان هو حصل ابنورماليتي في تكوين الهيموجلوبين او في تكوين الريد بلاد سيلز، يعني هو حصل ابنورماليتي. اما ان هو حصل فشل في البون مارو، يعني الاماكن اللي هي المفروض ان هي تصنع الدم دي، او اماكن البون مارو هي من لسه ما اتبنتش كويس، او هو حصل نقص في الاسينشال فاكتورز اللي انا محتاجاها عشان اكون الريد بلاد سيلز او الهيموجلوبين، سواء كان فيتامين بي 12 او فيتامين بي 6 او الفوليك اسيد او الايه، او الايرون. ده كده اول نوع. تاني نوع اللي هو ايه، الهيمولايتيك انيميا، ان هو الريد بلاد سيلز عماله تتكسر بسرعه، بما ان هي بدل ما هي تتكسر كل 120 يوم لا، هي بتتكسر مثلا كل 100 يوم او كل 90 يوم. واخر نوع اللي هو الايه، الهيموراجيك انيميا، في منه اكيوت وفي منه ايه، كرونيك. دي كده تقسيم على حسب الايه، على حسب السبب. طيب لو احنا شفنا على حسب الشكل، فعلى حسب الشكل اما ان هي حاجه نورمال يبقى هي نورمو، حاجه نورموسايتك. لو هي حاجه كبرت شويه فهي اسمها ماكروسايتك، لو هي صغرت فبقت ايه، بقت مايكروسايتك. فخلينا دلوقتي على الايه، على المايكروسايتك. المايكروسايتك دي كنا بنقول ان هو الام سي في طبيعي من 80 ل 100، يبقى هي قلت عن 80. في المايكروسايتك دي اللي هي صغيره بتحصل فين؟ بتحصل في اربع حالات، اما بسبب نقص الحديد ايرون ديفيشنسي،
او في حالات الثلاسيميا، او في السيدروبلاستيك انيميا. السيدروبلاستيك انيميا ده بيعتبر المصنع او اماكن تصنيع الهيموجلوبين او الريد بلاسلز، اللي هي دي الايه بيسموها الريفراكتوري انيميا يعني، وهنتكلم عليها برضو بعدين. او في حالات الكرونيك ديس اوردرز، او حالات ايه مشاكل يعني. ده في حالات المايكروسيت، هم 4 هنتكلم عنهم برضو. الماكروسايتك ممكن تكون ميجالوبلاستيك او ممكن تكون نون ميجالوبلاستيك على حسب برضو. فاحنا كده خلصنا اللي هي ايه، خلصنا الماكروسايتك لو هي كانت كبيره، خلصنا المايكروسايتك لو هي كانت صغيره، وممكن تكون ايه نورمال اللي هي ايه النورمو سايتك. فبيقول ان هي ان النورمو سايتك دي الطبيعي ان هي تكون موجوده من 80 ل 100 فيمتو ليترز. بتحصل في حالات الانيميا اللي هي ايه، اللي هي ابلاستيك انيميا. الابلاستيك انيميا دي اللي هو كل مكونات الدم ما اتكونتش يعني، ولا ريد بلاد سيلز ولا وايت بلاد سيلز ولا بلاتلت، فتسموها ابلاستيك انيميا. او الهيمولايتيك انيميا اللي هو القلنا ريد بلاد سيلز بتتكسر على طول ما عدا الثلاسيميا، او حصل اكيوت بلاد لوس، او حصل ايه هايبر سبينيليزم يعني السبرين بقى كبير قوي. او في حالات الكرونيك ديزيز. ايه بقى حالات الكرونيك ديزيز دي؟ حالات الكرونيك ديزيز ده ممكن يكون انفلاميشن، ممكن يكون انفكشن، ممكن يكون ليفر ديزيز. انفلاميشن زي ايه؟ زي سيستميك لوبس اريثروماتوزيس او ريماتويد ارثرايتس. كل المشاكل دي ما ادت يعني ادت ان احنا ما عرفناش نكون الريد بلاد سيلز كويس. او حصل كرونيك انفكشن زي في حالات الاتش اي في او فانجس. ممكن يحصل تيومر زي اللوكيميا او الليمفوما، كرونيك ليفر ديزيز او رينال فيلير. بما ان احنا قلنا ان هو اكتر مكانين الهرمون المسؤول عن الريد بلاد سيلز اللي هو الاريثروبويتين بيطلع منهم هو الليفر والكيدني، فلو حصل فيه اي ديستربنس او حصل فيه اي مشاكل هيؤدي الى ايه نورموسايتك انيميا. فهو يمسك هنا اول نوع اللي هو النورموسايتك انيميا وهيتكلم عنه. بيقول ان النورموسايتك انيميا اشهر نوع من الانيميا اللي بتحصل فيه اللي هي الايه، اللي هي الابلاستيك انيميا. الابلاستيك انيميا دي بتتميز او اللي بيحصل فيها ايه، ان هو بيحصل بان سايتوبينيا. البان سايتوبينيا اللي هو كل المكونات احنا ما عرفناش نكونها بسبب ايه، بسبب بون مارو فيلير، سواء كانت ريد بلاد سيلز او سواء كانت وايت بلاد سيلز او سواء كانت ايه او سواء كانت بلاتلت. طب ايه اسبابها؟ اسبابها قال ان هو بيقول لي في اسباب برايمري وفي اسباب سكندري. الاسباب البرايمري ممكن تكون ايجيوباثيك لسبب احنا ما نعرفوش. ممكن حاجه اسمها الفانكونوي سيندروم. الفانكونوي سيندروم ده هو عباره عن مرض بيصيب التوبيولز بتاعه الكدني. يعني زي ما احنا عارفين ان هو الكدني لما بتيجي تعمل فلتريشن في بعض المينرالز او بعض الالكترولايتس بترجع هي تمتصها تاني اثناء عمليه الفلتريشن. ففي المرض ده او في الفانكونوي سيندروم ده ان هي ما عرفتش تعمل ري ابزوربشن تاني للمينرالز دي اللي هي اصلا محتاجاها علشان تكون مكونات الدم يعني. فده برضو ادى الى ابلاستيك انيميا. ممكن اسباب سكندري زي في حالات المايلوفيبروزيس، او حصل ديبريشن في البون مارو. ممكن تكون حاجات حصل انفكشن في البون مارو زي مثلا وليكن تيبركلوزس. حاجات immunological اللي هو حاجه اسمها الجرافت فيرسس هورس رياكشن. الجرافت فيرسس هورس رياكشن ده هو عباره عن ان الجسم بيهاجم نفسه، يعني هو بيعتبر ان في بعض السيلز اللي هي اصلا جواه بيعتبرها كفورين بوديز ويبتدي يهاجمها. او بعض الكيميكال زي سايتوتوكسيك دراجز والهيفي ميتالز. فيزيكال زي الايونايزيشن وحاجات بقى ميتابوليك ان هو بريجننسي او ان هو حصل نقص يعني الفيتس او النيونيت معرفش ياخد المينرالز كويس من مامته يعني. طيب ايه هي اللاب فاندينجز؟ ايه هي اللاب فاندينجز؟ هشوف ايه بقى في التحاليل. هشوف بما ان انا بتكلم على نورمو سايتك انيميا، فهشوف ان الريد بلاد سيلز هشوفها نورمو سايتك او ممكن تكون مايكرو سايتك او ممكن تكون ايه ماكرو سايتك. بما ان هو حصل زياده في الريد بلاد سيلز مثلا، هنعتبر ان هي ماكروسايتك او نورموسايتك، يعني هنقول ان هي الريد بلاد سيلز اما في معدل طبيعي او ازيد شويه. فساعتها بما ان الار بي سيلز الريد بلاد سيلز هتكون زياده، يبقى العكس هيحصل في الوايت بلاد سيلز وفي البلاتلتس على كل اللي هيجي في المحاضره. بما ان الريد بلاد سيلز هي زياده فالوايت بلاد سيلز والبلاتلت ايه هيقلوا، فيحصل فيهم ليكوبينيا. فدلوقتي بعد ما خلصنا اللي هي الجزء الار بي سيلز والوايت بلاد سيلز، هنشوف البون مارو حصل نقص في الخلايا بتاعه البون مارو، فحصل هايبوسيلولر بون مارو، فمش عارف يكون الريد بلاد سيلز ومش عارف يطلع الهيموجلوبين اللي فيهم. وفي حاجتين قاله وحاجتين وثلاث حاجات زيادة. الحاجتين اللي قاله ليهم علاقه بالريد بلاد سيلز. ايه هما الحاجتين؟ قالوا اللي هو الريد بلاد سيل لايف سبان بدل ما هو 120 يوم، زي ما احنا عارفين هي بتتكسر كل 120 يوم، لا هي بقت اقل، بس بتتكسر كل 100 يوم ولا حاجه او كل 90 يوم، فبالتالي معدل الريد بلاد سيلز في الدم قل. فدي كده ايه حاجه قلت. الحاجه التانية اللي قلت اللي هي ايه الريتيكولوسايت كاونت.
اللي هو عدد الريتيكولوسايت. بما ان هي الريد بلاد سيلز قالت فاكيد الريتيكولوسايت هي اصلا، هي الريتيكولوسايت هي عباره عن اماتيور ريد بلاد سيلز اللي هي الخلايا البدائيه للريد بلاد سيلز. بما ان دي قالت فاكيد تانية هتقل. ثلاث حاجات زادوا بقى، ايه هما ثلاث حاجات اللي زادوا؟ السيرم ايرون اللي هو نسبه الايرون اللي موجوده في الدم، والاي اس ار اللي هو معدل ترسيب الاريثروسايت. بما ان هو عمال يكسر بسرعه فبالتالي معدل الترسيب بتاعه بقى ايه، بقى عالي. والاريثروبويتين هيكون ايه، عالي زي ما احنا قلنا ان هو بيزيد في معدل الانيميا علشان ككومبنساتوري ميكانيزم كده او كعمليه تعويضيه، علشان في حالات الانيميا بيكون حصل نقص في الهيموجلوبين او حصل نقص في الاكسجين، فبالتالي الاريثروبويتين بيحاول يعلى علشان يعوض الفقد ده، فبالتالي يعمل الاريثروبويتين يسرعها اكتر. فحاجتين بيقولوا اللي هم الريد بلاد سيلز لايف سبان اللي هو عمرها يعني، والريتيكولوسايت كاونت، وثلاث حاجات بيزيدوا اللي هو السيرم والاي اس ار والاريثروبويتين. طيب الديفرنشال دياجنوزيس بتاعه الابلاستيك انيميا، يعني ممكن اتلخبط مع الابلاستيك انيميا دي واشخصها على اساس ايه؟ احنا اول ما نشوف الديفرنشال دياجنوزيس بتاعه الابلاستيك انيميا دي هنقول ايه، هنقول ان احنا هنحطها على الهامش. يعني ايه هنحطها على الهامش؟ اتش هامش. اول اتش اللي هي في حالات ايه، اللي هي في حالات الهايبر سبلينيزم. الايه اللي هي الايه، اليكيميك ليكيميا لو في حالات الليكيميا يعني. الام اللي هي ميجالوبلاستيك انيميا، ممكن اتلخبط او ممكن يحصل ديفرنشال دياجنوز بالابلاستيك انيميا مع الايه، مع الميجالوبلاستيك انيميا. الاس اللي هي سيستميك لوبس اريثروماتوزس، والاتش الاخيره اللي هي الهير سيل ليكيميا. فاحنا اول ما نشوف الديفرنشال دياجنوز بتاعت الابلاستيك نقول ايه، ان احنا نحطه على الهامش ونحطهم بقى. فبيقول ان هو في حالات الهايبر سبلينيزم دي تتميز بايه، تتميز ان هو في حاله سبلينوميجالي اللي هو السبلين كبر في الحجم بتاعه. وساعد انا بعمل له كوركشن ازاي، بعمل سبلينكتومي بشيل السبلين خالص، او ان هو حصل هايبر سيلولر او نورمو سيلولر بون مارو ان هو البون مارو زاد في الحجم، او ان هو يحصل ايه، بان سايتوبينيا مونو او باي او بان سايتوبينيا ان هو الخلايا بتاعه الدم دي ما بقتش متكونه. المهم ان انا اعرف الديفرنشال دياجنوز بتاعه الابلاستيك انيميا دي هما خمسه، او ما اشوف الديفرنشال دياجنوز اقوم احطهم على الهامش، اتش هايبر سبلينيزم، الاي اللي هي اليكيميك ليكيميا، الام ميجالوبلاستيك انيميا، الاس سيستميك لوبس اريثروماتوزس، والهير سيل ليكيميا. بعد لما خلصنا دلوقتي اللي هي النورموسايتيك انيميا، دخلنا على نوع تاني من الانيميا اللي هو الهايبوكروميك انيميا. الهايبوكروميك انيميا دي هو نقص الهيموجلوبين اللي موجود في الار بي سيز، او نقص الهيموجلوبين الموجود في الدم. وفي منها اربع انواع، الايرن ديفيشنسي انيميا، وفي السيدروبلاستيك انيميا، وفي اللي هو انيميا بسبب الكرونيك ديس اوردرز، واخر حاجه الليد بويزنج. في حالات الايرن ديفيشنسي انيميا دي بيكون بتكون مايكروسايتيك وهايبوكروميك، يعني الاثنين بيكونوا قليلين. فعشان كده بنقول ان هي اول ما نشوف مايكروسايتيك هايبوكروميك انيميا فدي بنقول ان هي على طول ايرن ديفيشنس انيميا. في الايرن ديفيشنس انيميا بيكون حصل نقص في الام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي، كلهم بيقلوا. يبقى في الايرن ديفيشنس ده كله قليل، مايكروسايتيك هايبوكروميك والام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي كلهم قليلين. وبعدين بيقول هنا ان هو ذا ابييرنس از كوز باي ريفكت ان ايه، ان ذا هيموجلوبين، سنس حصل نقص في تصنيع الهيموجلوبين. وبعدين بيقول ان هو في هنا ديفرنشال دياجنوزيس في المايكروسايتيك هايبوكروميك انيميا دي، ممكن يحصل ديفرنشال دياجنوزيس بينها وما بين ثلاث انواع برضو، اللي هو الثلاسيميا والكرونيك ديزيز والسيدروبلاستيك انيميا. انما الديفرنشال دياجنوزيس بتاعه الابلاستيك انيميا اللي كانت في النورموسايتيك كنا احنا مجمعينهم في كلمه هامش، هنا مثلا ممكن نجمعهم في كلمه تي سي ال اللي هو الثلاسيميا والكرونيك ديزيز والسيدروبلاستيك انيميا. طيب اصلا هي ايه هي اسباب نقص الحديد في الدم؟ هنقسمهم لمجموعتين، اما ان هو حصل كرونيك بلاس لوس، يعني هو حصل نقص في الدم، او حصل نزيف مثلا او كده، او حصل انكريز للديمونز زياده طلبات الايرن ده اصلا. ففي حالات الكرونيك بلاس لوس زي ما حصل زي مثلا اليوترين او الجاسترو انتستاينال، او في هيماتوريا، او ممكن يكون في هيمو البينوريا اللي هو الهيموجلوبين بينزل في اليورين اصلا. بالمونري هيمو سيدروسيس ان هو ممكن يعني ايه زي في هيمرج كده في الالفيولاي، او في هيمرج في منطقه الثراسيك كيج او كده، او يحصل سيلف انفكتد بلاد لوس هو اصلا عدى نفسه او كده، فده ايه بيحصل نزيف اصلا او بيحصل بلاد لوس انكريز للديمونز ان هو زياده الطلب اصلا على على الايرن، فبيؤدي الى ايه نقصه. هنجمعهم ازاي؟ هنقول ان هو واحد مش بياكل كويس فحصل ايه بور دايت يؤدي لايه مال ابزوربشن، يبقى دول كده اتنين كاتيجوري مع بعض، بور دايت مع مال ابزوربشن. تاني كاتيجوري مع بعض او تاني مجموعه اللي هو ايه، واحده حامل بريجننسي ولدت بدري، فده كده ايه بريماتورتي، يبقى بريجننسي و والبريماتورتي. واتنين على جنب كده
اللي هو الايه، اللي هو الجروس والاريثرو بويتن ثيرابي. يبقى هم حوالي ايه 6 اسباب، اللي هو الايه البور دايت والمالابزوربشن، دول 2 مع بعض، البريجننسي والبريماتوريتي والجروس والاريثروبويتين ايه ثيرابي، كل دول بيزودوا بيحصل طلب زياده على الايرون، فبيحصل ايه نقص في الايرون اللي موجود في الدم اصلا. يعني مثلا واحد مش بياكل كويس، وبالتالي الحديد مش موجود في جسمه كويس، واحده حامل وكده، فالجنين يعني بياخد منها الحديد على طول اول باول، فبالتالي اصلا هي عندها نقص في الحديد ده. طيب في اللابوريتوري فايندينجز هلاقي ايه؟ انا قلت ان هو بما ان هو ايرون فكل حاجه قليله، فهلاقي هايبوكروميك مايكروسايتيك سيلز، وبلاقي فيها بتكون شكل الخلايا فيها بتكون شكل التارجت سيلز اللي احنا كنا قلناها في البدايه ان هي بتكون شكل على شكل رينج كده، على الاطراف بيكون فيه هيموجلوبين وجوه بتكون فيه منطقه فاضيه، او واخده شكل الايه البنسل شيب بوكيلوسايتس. وبعدين بيقول لي ان هو في السيرم ايرون والتوتال ايرون بايندينج كاباسيتي، يعني المفروض ان هو الحديد موجود في الجسم في صورتين، في صوره دايركت وفي صوره اندايركت. في صوره دايركت يعني هو فري في البلاد كده او فري في السيروم، وطريقه اندايركت ان هو ماسك في حاجه فهو بيكون باوند فبيكون ان اكتيف. فالطبيعي ان انا بقول ان هو حصل نقص في الحديد اللي موجود في الدم، يبقى الحديد اللي موجود في السيروم هيقل، انما الحديد اللي ماسك هيكون ايه، هيكون زياده. فهو بيقول هنا في اول سطرين بيقول ان هو السيروم ايرون هيقل، انما التوتال ايرون بايندينج كابيستي ايه هتزيد، ممكن تكون ايه او بيكون حوالي 10% بس، هم منهم اللي مشغولين، او هم منهم اللي بيحصل لهم ساتوريشن ده في السيرم. وبيقول ان هو ده بيحصل العكس في حالات الكرونيك ديس اوردرز. في حالات الكرونيك ديس اوردرز بيكون الاثنين قليلين، وناخد بالنا من الحته دي علشان هنيجي نكمل عليها حتى قدام. يبقى هو في الكرونيك ديس اوردرز بيكون السيرم ايرون والتوتال ايرون بايندينج كاباسيتي الاثنين قليلين، وفي حالات تانيه عشان ده في حالات تانية او في انواع تانية من الهايبوكروميك انيميا ممكن يكون السيرم ايرون ليفل ده ممكن يكون طبيعي، ممكن يكون نورمال، او ممكن يكون ايه زياده. يبقى في السيرم ايرون او في التوتال ايرون بايند كويس ده بيبقوا فيهم 3 حاجات. الطبيعي ان هو في حالات الهايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا اللي هو بتاعه الايرون، ان هو طبيعي ان في السيرم هيقل وفي التوتال ايرون بايند كابيستي هيزيد لان هو ماسك في حاجه. اللي مش طبيعي او اللي هو في حالات الكرونيك ديس اوردرز يعني الاثنين بيقلوا في حالات السيروم ايرون والتوتال ايرون بوينت كابيستي. وفي انواع تانية من الهايبوكروميك الاثنين ايه الاثنين بيبقوا عاليين فيها. وبيقول هنا ايه البون مارو ايرون طبعا هيكون ايه هيكون قليل. طيب ريزد سيروم فيريتين، الفيريتين ده هو ممكن نقول اللي هو الصوره اللي هي ما قبل الايرون اللي موجود في الموجود في الدم، يعني المفروض ان هو الايرون موجود في الدم في صوره فيرس، ان هو المفروض ان هو يكون سولوبل او كده، او ممكن يمشي في الدم عادي. الصورة او المخزون بتاعه، يعني المخزون بتاعه بيبقى اسمه الصورة الاكبر منه او المخزون اللي فيه بتكون على شكل ايه، بتكون على شكل فيريتين. فالفيريتين ده طبعا هيكون ايه هيكون زيادة، بينتج منين؟ بينتج من الدمجت من الدمجت تيشوز. فطبيعي ان هو الفيريتين ده او اللي هو المخزون اللي فيه اما ان هو يكون نورمال او هيكون ايه او هيبقى مرتفع. ليه؟ لان احنا قلنا ان هو في الطبيعي ان هو في الهايبوكراميك ده هيكون ايه هيكون قليل، انما في السيرم يعني ان هو في حالات الهايبوكراميك المايكروسايتيك انيميا بيكون السيرم ايرون قليل، انما المخزون بتاعه او الصوره الباوند بتكون ايه بتكون زياده. في حالات الكرونيك ديس اوردرز قلنا ان هم ايه في حالات السيرم والتوتال ايرون بايند كبس الاثنين بيقلوا، انما السيرم فيريتين بيزيد. فعشان كده قلت ان احنا ناخد بالنا منها. يبقى هو في حالات الكرونيك ديس اوردرز في حالات الكرونيك ديس اوردرز 2 بيقلوا 1 بيزيد. مين الاثنين اللي بيقلوا؟ اللي هو السيرم ايرون والتوتال ايرون بايند كابيسيتي. طب مين اللي بيزيد؟ اللي هو الايه اللي هو السيرم فيريتين، اللي هو السيرم فيريتين. طيب كده خلصنا اول نوع اللي هو بتاع الايرون ديفيشنسي. نخش على تاني نوع اللي هو الايه اللي هو الكرونيك ديس اوردرز، واحنا لسه قلنا عنه دلوقتي ان هو في حالات الكرونيك ديس اوردرز 2 بيقلوا 1 بيزيد. مين الاثنين اللي بيقلوا؟ اللي هو السيرم ايرون والتوتال ايرون بايندينج كابيسيتي. واحد بيزيد اللي هو الايه السيرم فيريتين، ده بيكون ايه ده بيكون نورمال او بيكون مرتفع عادي. طيب شكلها ايه؟ ممكن تكون نورموكروميك او هايبوكروميك، ممكن تكون نورموسايتك. يبقى ممكن تكون نورموكروميك نورموسايتك هايبوكروميك. الام سي ال في اللي فيها بيكون ايه اقل من ايه من 75. طيب كميه الهيموجلوبين اللي فيها بتكون ايه 9 او ايه او اقل على حسب شده الديزيز ده، يعني على حسب
على حسب الكرونيك ديس اوردرز او على حسب المشكله الكرونيك دي. فبالتالي بنحدد على اساسها حجم المشكله او على اساسها بنحدد شده الخطوره يعني. وبيقول برضو ان هو في البون مارو هيكون ايه، هيكون نورمال لان المخزون بتاعه نورمال، بما ان هو السيرم فريتينر هو المخزون اصلا بيكون نورمال او ريز، فبالتالي البون مارو هيكون ايه، هيكون نورمال. طيب ده بيحصل ازاي اصلا؟ الطبيعي ان المفروض ان الماكروفيجز بتاخد الايرن من الخلايا وتوديها للبلازما سيلز او توديها تمشيها في الدم، فهو اصلا دلوقتي الايرن ما تكونش اصلا في الدم، فبالتالي الماكروفيج اصلا مش عارفه تنقله. فده اول حاجه بيقول ان هو حصل ديكريز للريليز من الايرن من الايه، من الماكروفيج، هو حصل نقص في الحديد او ان الماكروفيج مش عارفه تنقله. تاني حاجه ان هو حصل ريديوس للريد سيل لايف سبان، بدل ما هي بتتكسر كل 120 يوم بتتكسر ايه كل 100 يوم مثلا ولا حاجه، يبقى هو حصل ديكريز في معدل او في عمر الريد بلاد سيلز دي. اول الاريثروبويتين اللي هو الهرمون المسؤول عن التكوين اصلا بتاعه الريد بلاد سيلز ده اصلا هو طالع او ظاهر بكميات قليله، المفروض ان هو بيطلع من الكيدني والليفر بكميات معينه، هو حصل ايه ديكريز فيه. طب ايه الاسباب؟ ممكن يحصل اسباب انفلاميشن، ممكن تكون اسباب انفكشن، ممكن تكون اسباب نون انفكشن، ممكن تكون اسباب ايه مالجنت. الانفلاماتوري عادي عارفين عادي، المالجنت زي الكارسينوما زي الليمفوما زي الساركوما. طيب لو احنا عايزين بقى نشوف الايه، زي عايزين نشوف الايه الانفكشن، هنجمعهم في كلمه ايه، هما 3 بي زائد تي او. مين هما بقى الثلاثه البي؟ بالمونري ابسس، نيمونيا، وهنعتبر بكتيريا الاندوكاردايتس اللي هو اللي هي بي عادي يعني ماشي، بتاعتها بحرف بي، بولمونري ابسس، نيومونيا او بكتيريا الاندوكارديتس. تي او ادي تي اللي هي التوبركلوزس، والاو اللي هي الايه الاوستيو مايلايتس. في النون انفكشنز بقى هنجمعهم في كلمه ايه، هنجمعهم في كلمه سي ار اس. السي دي اللي هي الايه اللي هي الكرونز ديزيز، الار دي اللي هي الريماتويد ارثرايتس، الاس في منها اتنين سيستميك لوبس اريثروماتوزس والساركويدوزيس. يبقى دي كده اسباب الايه، اسباب الاسباب بتاعت الكرونيك ديس اوردرز. يبقى احنا قلنا في الكرونيك ديس اوردرز ان هو في حاجتين بيقلوا، اللي هو السيرم ايرون و اللي هو السيرم ايرون والتي اي بي سي اللي هو التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي، وحاجه واحده دول حاجتين بيقلوا. الحاجه اللي بتزيد اللي هي السيرم فيريتين والبون مارو ستورج، وعرفنا ايه اسبابهم. طيب اخش على تالت نوع من الهايبوكروميك انيميا اسمه ايه، السيدروبلاستيك انيميا. وزي ما قلنا في البدايه خالص ان هو السيدروبلاستيك انيميا ده هو اللي هو المصنع يعني، فبنسموه الايه الريفراكتوري انيميا، بيحصل فيه هايبوكروميك سيلز في البريفرال بلاد يعني في الاطراف او في الدم في الاطراف، بيحصل نقص في الهيموجلوبين، ولكن جوه في سنترز او جوه في اماكن تصنيع الريد بلاد سيلز او في اماكن تصنيع الهيموجلوبين ده اللي هو في البون مارو، بيكون فيه زياده، بيكون في زياده في الخلايا دي مترتبه على شكل ايه، على شكل رينج او على شكل كولر كده حوالين الايه النيوكليس. فبيقول ان هي السيدروبلاستيك انيميا دي عباره عن ريفراكتوري انيميا والهايبوكروميك سيلز. هايبوكروميك سيلز دي يعني قليله فين، في البريفيرال بلد يعني بره في الاطراف هي قليله، ولكن ود انكريزد فين، في المارو ايرون، هو جوه في جوه في الـ في, الـ في البون مارو. اتس ديفايند باي ذا بريزنس اوف ميني باثولوجيكال رينج سيدروبلاست، شكل الخلايا دي بتكون سيدروبلاست مترتبة على ايه، او الشكل الريتروبلاستي مترتبة او مترتبة في شكل الرينج او في شكل ايه كولر حوالين النيوكليس. اخر نوع اللي هو الليد بويزنينج، الليد بويزنينج ده يجمع ما بين الهيمولايتيك وما بين الايه وما بين السيدروبلاست، ودول كده يعتبروا الاربع انواع بتاعت الهايبوكروميك. الايرون ديفيشنسي، الايرون ديفيشنسي ده كنا بنقول فيه ان هو الاثنين قليلين، الايرون ديفيشنسي كنا من اول ما بنشوف الايرون ديفيشنسي بنقول ايه مايكروسايتيك هايبوكروميك، مايكروسايتيك هايبوكروميك وكله ايه كله قليل ماشي. انما في ال في الكرونيك ديس اوردرز كنا بنقول ان هو في حاجتين قليلين اللي هو ايه، في السيرم ايرون والتوتال ايرون بايننج كاباسيتي، و اتنين بيزيدوا اللي هو السيرم فيريتين والبون مارو ستورج. وبعدين دخلنا على السيدروبلاست، قلنا السيدروبلاست ان هو من بره قليل ومن جوه زياده، من بره قليل من بره قليل اللي هو بيحصل هايبوكروميك سيلز في البريفيرال بلاد، ومن جوه بتكون زياده مترتبه على شكل رينج او كولر. والليد بويزنج بيجمع ما بين الهيمولايتيك وما بين الايه وما بين السيدروبلاست. كده احنا خلصنا النورموسايتيك انيميا والهايبوكروميك انيميا. نخش بقى على ايه، نخش على الماكروسايتيك انيميا. ماكروسايتيك انيميا دي قلنا ان هي ايه، حجم الخلايا بيكون كبير. بقسمها الى ميجالوبلاستيك انيميا
ونون ميجالوبلاستيك انيميا. على حسب ايه؟ على حسب ال على حسب الديفلوبمنت بتاعه الاريثروبلاست دي، على حسب الديفلوبمنت بتاعه الاريثروبلاست. وفي الماكروسايت انيميا طبعا ايه حجمها كبير، فطبعا الام سي في هيكون ايه اكبر من 75 فيمتو ليترز، او اكبر ايه اكبر من او اكبر من 100 يعني. طيب اول نوع اللي هو الايه الميجالوبلاستيك انيميا. الميجالوبلاستيك انيميا ده بيقول ان هو مش احنا كنا بنقول ان احنا بنقسم الماكروسايتيك انيميا دي الى ميجالوبلاستيك انيميا ولا ميجالوبلاستيك انيميا، على حسب ايه؟ على حسب الديفلوبمنت بتاعت الاريثروبلاست. يعني على حسب الديفلوبمنت بقى، بيقول ان هو في السيتوبلازم اللي هي في الاريثروسايت دي او في الاريثروبلاست اتكونت او حصل لها ديفلوبمنت، والمفروض ان النيوكليس يحصل لها ديفلوبمنت بعدها على طول. ما حصلش بقى كده، اللي حصل ان هو حصل ديلينج في ديفلوبمنت او ديلينج في الماتوريتي بتاعت النيوكليس، حصل تاخير في النمو او الماتوريشن بتاعت النيوكليس. يعني معنى كده ان السيتوبلازم ايه سبقتها فكبرت حجم الخلايا شويه. فبيقول ان هو عباره عن this is a group of anemia in which the erythroblast in the bone marrow show a characteristic abnormality maturation of the nucleus being delayed، يعني اتاخرت مقارنه بالسيتوبلازم. واول ما نشوف الميجالوبلاستيك انيميا دي نفتكر عنصرين مهمين جدا، الفيتامين بي 12 والفوليت. يبقى اي حاجه ليها علاقه بالميجالوبلاستيك انيميا فيتامين بي 12 وفوليت، ماشي؟ سواء كان التصنيع بتاعهم او سواء كان الميتابوليزم بتاعهم. طيب مين هم بقى الانزيمز او ايه الحاجات المسؤوله عن الميتابوليزم بتاعه الفيتامين بي 12 او الفوليت ده؟ هنجمعهم في كلمه تان. تان التي اللي هو الترانسكوبولامين 2 ديفيشنسي، ده عباره عن انزيم المفروض ان هو مسؤول عن الفيتامين بي 12 والفوليت ميتابوليزم. الايه اللي هي الانتي فوليت دروبس، انت بتدي حاجه عكس بقى الفوليت، بتهاجم الفوليت، او النيتروس اوكسايد، او ممكن تكون مشكله في الدي ان اي ذات نفسه. يعني ممكن تكون مشكله كونجينيتال زي الاوريتيك اسيدوري. الاوريتيك اسيدوري ده هو عباره عن هو حصل مشكله والانزيم اللي مسؤول عن تصنيع البايرميدين اللي موجود في الدي ان اي هو مش موجود اصلا دلوقتي، فدي مشكله في الدي ان اي كونجينيتال هو اتولد بيها. ممكن تكون مشكله اكوايرد زي الكحول، زي السيرابي مع الهيدروكسيريا. الهيدروكسيريا دي هو حاجه بيستخدموها علشان ما يلجأوش كتير يعني للبلاد ترانسفيوجن، وفي حالات السيتوزين ارابينوسايت. طيب لو جيت شفت بقى في السي بي سي هلاقي ايه؟ احنا قلنا في البدايه خالص ان هو الريد بلاد سيلز عكس الوايت بلاد سيلز والبلاتلت. يعني انا لو لقيت الريد بلاد سيلز زياده او نورمال هلاقي قصادها نقص في الوايت بلاد سيلز والبلاتلت. فاحنا كنا بنقول في المايكروسايتيك انيميا او في حالات النورموسايتيك انيميا كنا بنقول ان هو حصل زياده في الريد بلاد سيلز، بس حصل قصادها ايه؟ حصل نقص في الوايت بلاد سيلز وحصل بلاتلت، حصل ليكوبينيا وحصل ثرومبوسيتوبينيا. انما احنا دلوقتي بنتكلم على الايه؟ بنتكلم على الماكرو على بنتكلم على الماكرو سايتوزيس او ماكرو ماكروسايتيك انيميا اللي هي بتحصل في الميجالوبلاستيك انيميا. فحصل زياده في حصل زياده في الار بي سيز، هيحصل قصادها ايه؟ نقص في الوايت بلاد سيلز ونقص في البلاتلت. حصل زياده في حجم الايه؟ الريد بلاد سيلز، فطبعا زودت الفوليوم بتاعتها، زودت السايز بتاعتها، فحصل اني سايتوزس، زودت السايز بتاعهم، والبوكيليوسايتوزس اللي هو تغيير في الشكل بتاعهم. في الوايت بلاد سيلز طبعا قلت، فحصل ايه؟ ليكوبينيا وهايبر سيجمنتد نيوتروفيلز، والبلاتليت طبعا قلت شويه فحصل ايه؟ ثرومبوسايتوبينيا. طيب في البون مارو هلاقي انه في الاريثروسايت هلاقي ان هو ايه طبعا ايه كبرت شويه وشكلها اتغير، فحصل ميجالوبلاستيك تشينجز، فحصل نيوكلير سيتوبلازميك ديسوسيشن بسبب ايه؟ تاخير الماتوريشن بتاعه النيوكليس مقارنه بالسيتوبلازم. دي بتحصل فين؟ في الاريثروسايت. طيب في المايلويد المايلويد سيريز او في المايلوسايتس دي بيحصل فيها برضو التغيرات، فبتكبر شكلها، بيكبر، بيحصل ميكروبلاستيك تشينجز. او البلاتيليت اللي بيحصل فين؟ هو بيحصل بيزار شيب، ان هو شكلها بيكون ايه؟ شكلها بيكون وحش. طيب تالت حاجه بشوفها في التحليل دي بلاقي طبعا نقص فين؟ بلاقي نقص في الفيتامين بي 12. احنا قلنا اي حاجه ليها علاقه بالميجالوبلاستيك انيميا هي فيتامين بي 12 وفوليت، فالفيتامين بي 12 قل والفوليت. بعمل حاجه اسمها الشيلينج تيست. الشيلينج تيست هو عباره عن زي تيست كده بقيس بيه درجه امتصاص الفيتامين بي 12. وفي اللي هو الثيرابيوتيك تيست. الثيرابيوتيك تيست ان انا بدي جرعه معينه من الفيتامين بي 12 ومن الفوليك اسيد للشخص البيشنت ده او للشخص المريض ده، لو لقيت ان هو استجاب او حصل ريسبونس لما انا اديت الجرعه دي يبقى معنى كده ان هو ايه؟ ان هو حصل ان هو اتشخص كميجالوبلاستيك انيميا. انما لو هو ما استجابش او لمعنى كده ان الانيميا اللي فيه ما رفعتش او كده يبقى مش معنى كده، يبقى معنى كده ان الفيتامين بي 12 ده او الفوليك اسيد مش هو ده السبب،
يبقى انا بدي جرعه صغيره او جرعه معينه يعني من الفيتامين بي 12 ومن الفوليك اسيد. لو هو استجاب والمشكله الانيميا اتحلت يبقى معنى كده ان هو كان ميجالوبلاستيك انيميا. لو ما استجابش يبقى دي كانت نوع تاني من الانيميا، مش ميجالوبلاستيك انيميا. طيب النوع التاني من الماكروسايتك انيميا احنا قلنا بنقسمها لميجالوبلاستيك ونون ميجالوبلاستيك. النوع التاني بقى اللي هو البرنيشيس انيميا. النوع البرنيشيس انيميا ده نوع ليه علاقه شويه بالاميونيتي سيستم، اللي هو الجسم بيهاجم نفسه، فبيحصل اوتو اميون اتاك. تحديدا فين؟ تحديدا في الجاستريك ميكوزا، فبتدي ياكل في جدار المعده كده، فيحصل اتروفي ويحصل السر بقى وكده، ويحصل ايه اكترايدرا اللي هو حصل اتروفي يعني وتاكل في جدران المعده. وبعدين بيقول ان الانتي بوديز اللي فيها بيقول ان هو الانتي بوديز اللي فيها في نوعين، في نوع اسمه الانترنسنج فاكتور، وفي نوع تاني اسمه البارايتال سيل انتي بودي. الانترنسنج فاكتور ده هو ده النوع السبيسيفيك، ولكن احنا مش شايفينه. ولكن البارايتال سيل انتي بودي ده هو اقل شويه، اقل في السبيسيفيتي بتاعته، ولكن احنا بنشوفه عادي. فبيقول ان هو في الانترنسنج فاكتور هو فيرتشوالي سبيسيفيك، هو سبيسيفيك بس فيرتشوالي احنا مش شايفينه. فور ذا بيرنيشيس انيميا بيحصل فين؟ بيحصل عند نص البيشنتس، نص عدد الناس. ولكن الاشهر اللي احنا بنشوفه هو ايه؟ البارايتال سيل انتي بوديز، ولكن هو ايه ليس سبيسيفيك شويه، بيحصل فين؟ بيحصل في الاولدر بيشنت. طيب بيقول ان هو اخر جمله ان هو في الكونجينيتال لاك بتاعه الانترنسي فاكتور دي، ان هو ممكن شخص خد الانترنسي فاكتور دي من مامته، او خد الفيتامين بي 12 ده من مامته، ولكن خلص المخزون اللي عنده ده عند عمر ايه؟ عند عمر سنتين. عند عمر سنتين هو خدها منين؟ هو خدها من مامته اثناء الايه؟ اثناء الحمل. طيب بيقول ان هو الانيميا لو كانت ماكروسايتك طبعا هلاقي كده الايه، هلاقي الام سي في اكبر من 95%، والاقي ان الام سي في عالي والام سي اتش عالي. شكلها بتكون ايه؟ شكلها بتكون اوفال، اوفال ان شيب، والارتيكولوسايت كاونت بيكون ايه؟ بيكون قليل، والتوتال وايت بلاد سيلز والبلاتلت بيكون ايه؟ ريديوس. يبقى انا لو عندي زياده في الريد بلاد سيلز هيكون حصل نقص فين؟ في البلاتلت، وحصل نقص فين؟ في الوايت بلاد سيلز. طب ايه هي اسباب بقى الماكروسايتك انيميا دي غير الميجالوبلاستيك انيميا؟ هنقسمها لمجموعات او لثنائيات كده. اول حاجه اللي هو ممكن يكون الكحول مع سموكينج، ماشي. طيب نوعين دراجز، سايتوتوكسيك دراجز والابلاستيك دراجز. ممكن يكون بريجنانسي مع ايه؟ مع النيونيت. وخمسه كده اللي هو ايه؟ ثلاثه بحرف الام واتنين ار، الميكسديما والمايلوما والمايلو ديسبلاستيك سيندرومز. دول كده ثلاثه بحرف الام واتنين بحرف الار، اللي هي الريتيكولوسايتوزيس. وممكن نعتبر الليفر ديزيز دي حاجه بحرف الار برضه، فهي الليفر ايه؟ ديزيز. فاحنا علشان نجمعهم هنجمعهم في الثنائيات او في مجموعات كده، ان هو الكحول مع سموكينج، دراجز سايتوتوكسيك دراجز مع البلاستيك دراجز، بريجنانسي مع نيونيتال، وثلاثه بحرف الام اللي هو الميكسوديما والمايلوما والمايلو دي بلاستيك سيندرومز، واثنين بحرف الار اللي هي الريتيكولوسايتوزيس والليفر ديزيز. نخش دلوقتي بقى على نوع تاني من الانيميا، الا وهو الايه؟ اللي هو الهيمولايتيك انيميا. الهيمولايتيك انيميا ده بيقول ان هو ان الريد بلاسلز بتتكسر بمعدل اسرع، يعني المفروض ان احنا عارفين ان اللايف سبان بتاعها حوالي ايه؟ حوالي 120 يوم. لا، في حالات الهيمولايتيك انيميا ده بتتكسر بسرعه، بتتكسر كل 100 يوم او كل 90 يوم، يعني هي المفروض ان هو الطبيعي بتتكسر كل 4 شهور، لا هي بتتكسر كده ايه؟ اسرع. وده بيتم خاصه في بالريتيكلو اندوثيليال سيستم اللي موجود في البون مارو، او موجود في الليفر، او موجود في السبلين. وبعدين بيقول ان الهيمولايتيك انيميا دول which result from increase in the rate of red blood cell destruction، هي بتتكسر بمعدل اسرع بسبب ايه؟ بسبب الاريثروبويتيك هايبربليجين. هو ان الاريثروبلاست او الخلايا المسؤوله عن تكوين الريد بلاد سيلز دي حصل فيها هايبربليجيا، او حصل اناتوميكال اكستنشن البون مارو، البون مارو زاد، او حصل ايه؟ ريد سيل ديستركشن مي بي انكريز بسبب ايه؟ بسبب ان البيشنت ده كان عنده انيميا قبل كده من نوع تاني، فبنسميها ايه؟ بنسميها الكومبنسيتد هيمولايتيك ديزيز، او بيكون عنده ايه؟ كومبنسيتد هيمولايتيك ديزيز. طيب ايه الدلائل اللي انا اشوفها بقى في اللاب فايندنجز، يعني عشان اقول ان الشخص ده كان عنده هيمولايتيك انيميا؟ اول حاجه ان هو بتكون فيه فيتشرز بتدل ان هو حصل بريك داون في الريد بلاد سيلز، حصل تكسير كبير في الريد بلاد سيلز.
بيقول ان هو ان الريد بلاد سيلز المفروض ان هي ما بتتكسر بتطلع البيليروبين. البيليروبين ده في جزء منه بيكون فري ماشي في الدم عادي، وفي جزء منه بيكون باوند. فبيقول ان هو نتيجة تكسير الريد بلاد سيلز ده الزيادة كتير، فبالتالي نسبة البيليروبين اللي في الدم زادت، نسبة البيليروبين اللي في الدم زادت لان ايه الريد بلاد سيلز عمالة تتكسر كتير. بيقول ان هو في جزء منها بيروح يمشي فيه او بيروح ينزل في اليورين فبنسميه اليورينو بايلينوجين، وفي جزء منه بينزل في الاستول فبنسميه السيركو بايلينوجين. واخر نقطه دي بيقول فيها ان هو ان السيرم هابتوجلوبينز ابسنت. يعني ايه؟ يعني بيقول لي ان هو ان ال ان الهابتوجلوبين ده المفروض ان هو بيشيل الهيموجلوبين، ونتيجه تكسير الار بي سيلز دي زياده عن اللزوم فطلعت هيموجلوبين زياده عن اللزوم، فالهابتوجلوبين ده بقى مشغول زياده او بقى ساتوريتد كتير بالهيموجلوبين، فبالتالي الهابتوجلوبين ده ما بقاش موجود اصلا خلاص. فبيقول ان السيرم هابتوجلوبين ابسنت، ليه ما بقاش موجود؟ بيكوز ذا هابتوجلوبينز بيكم ساتوريتد، بقى مشغول او بقى محتل كاملا بالهيموجلوبين. اند ذا كومبلكس از ريموفد بالايه بالريتيكولو اندوثيليال سيلز. طيب كده عرفت اول حاجه ان هو دي الفيتشرز بتاعه تكسير الريد بلاد سيلز. طيب الجسم يبتدي يعوض او بيعمل كومبنسيتوري ميكانيزم، فيبتدي يطلع كرات دم حمراء زياده، فبيعمل ايه؟ بيعمل ريتيكولوسايتوزيس، بيكون ريتيكولوسايتس زياده. وفي حاجة اسمها البون مارو مايلويد والإريثروبلويد ريشو. يعني ايه؟ يعني في عندي مايلويد سيلز، المايلويد سيلز دي هنعتبر ان دي الحاجة الكبيرة، تندرج تحتها اللي هي الايه؟ اللي هي الإريثروسويد. ماشي. ففي الطبيعي المفروض تكون نسبة المايلويد اكبر من نسبة الإريثروسويد، وليكن مثلا ايه 2:1، وليكن 2:1. في الهيمولايتيك انيميا بقى نتيجة تكوين ريد بلاد سيلز زيادة عن اللزوم، او ان انا عايزة بقى ايه كوسيلة تعويض يعني علشان اعوض فقدان الريد بلاد سيلز دي، فعمالة اطلع ريد بلاد سيلز زيادة عشان اعوض، فبالتالي نسبة الاريثرويد سيلز دي هتكون اكبر من المايلويد، فالريشيو ساعتها ايه هينعكس، هيكون ده اكبر من ده. ولكن في الطبيعي ان هو المفروض المايلويد ده هو الاكبر، ولكن انا علشان عمالة اضغط عليها كتير عشان تطلع اكبر، علشان عايز اعوض الفقد اللي عندي، فبالتالي الريشيو بتنعكس. فبيقول ان هي في البون مارو مايلويد الى الاريثروسويد ريشو الطبيعي ان هو بيكون ايه، بيكون من 2:1 او من 12:1، ولكن في الحاله بتاعه الهيمولايتيك انيميا دي بيكون ايه 1:1 او بيكون ايه ريفرس او العكس، ان هو الاريثروسويد بيكون هو ايه الاكبر، يعني بتكون مثلا 2:1 او 1:12. طيب شكل الدمج السيلز دي بتكون ايه؟ بيحصل تغير في الشكل بتاعها، فبتحصل فيها مايكرو سيل بيكون شكلها صغير شويه، او الاليبتوسايتس بتاخد شكل الاليبتوسايتس كده اللي هي الشكل الطويل ده، او فراجمنتس بتكون على شكل ايه فراجمنتس كده، وبتكون هشه شويه بيكون فيها بعض الفراجلز، ويحصل فيها اوتو هيموليس ان هي بتبتدي تكسر نفسها. والاوتو هيموليسيس تيست ده بعمل كتيست كده بشوف فيه الريد بلاد سيلز بتتكون او بتتكسر بسرعه ولا لا، بلاقي ان هو بيطلع ايه بوزيتيف. الريد سيل سيرفايفل بيكون شورت طبعا، هي بتتكسر بسرعه على طول، وده التيست اللي انا بعمله اسمه ايه 51 سي ار تيست. التيست ده بيوضح لي ان الريد بلاد سيلز عماله تتكسر بسرعه او اقل من وقت اللي هو عمرها المفروض ان هي تتكسر، المفروض تتكسر كل 120 يوم، اللي هي بتتكسر كل 100 يوم مثلا. ايه السبيشال تيست اللي عندي؟ في الاريثروفيريزس. الاريثروفيريز ده علشان يوريني شكل الهيموجلوبين، مش وريني الايه، وريني شكل الانزيم. طيب انا بقسم الهيمولايتيك انيميا دي، اول حاجه في اكوايرد وفي ايه هيريديتري. الاكوايرد بقسمه لايه؟ لاميون، الو اميون، وهنعرف الفرق ما بينهم. دراج اسوشيتد، ممكن بعض الدراجز هي اللي تعمل الهيمولايتيك انيميا دي. والريد سيل فراجمنت سيندروم. في الاميون وفي الالو اميون ده بيقول ان هو ان ال ان الريد بلاد سيلز بتتكسر تحت درجة حرارة معينة ولأسباب معينة هنشرحهم قدام شوية، ولكن نعرف ان هو في الورم هنا بيحصل عند درجة حرارة 40، والكولد هنا بتحصل عند درجة حرارة ايه 37. بيحصلوا ازاي؟ نقولهم قدام شوية لما يجي وقتهم. الالو اميون ديزيز ان هو بيحصل نتيجة هيمولايتيك ترانسفيجن، هو حد اتنقل له دم بالغلط، او هيمولايتيك ديزيز بتاعت النيو بورن، او نتيجة الالو جرافتس ان هو مثلا حد عنده مشكله مثلا في ال في في ارتري معين، فنبتدي ناخد وصله تانية من الصاي مثلا علشان نبتدي اعوض الفقد ده، فقد الدم ده، او بنقل اللي هو النخاع او كده. طيب اخر نوع اللي هو الريد سيل فراجمنتيشن، بتيجي بقى تكسير الخلايا دي بتكون شكلها عامله ازاي، او بتكون بسبب اسباب ايه يعني. فاحنا هنجمعهم في كلمه ايه، هنجمعهم في صوره حد عنده ايه، راجل اسمه حامد،
عنده ايه؟ عنده تي بي. هنعتبر ان التي بي دي اللي هي بالبي دي مش البي التانية. الاتش دي اللي هي الايه؟ الاتش دي اللي هي الهيمولايتك يوريميك سيندروم. هيمولايتك يوريميك سيندروم. في الهيمولايتك يوريميك سيندروم دي الريد بلاسترز عماله تتكسر بسرعه. الاي دي اللي هي الايه؟ اللي هي الارتيريال جرافت. ان احنا قلنا ان هو في مشكله في ارتري معين او في مكان معين في الجسم، يبتدي ياخد وصله من ارتري تاني علشان اعوض النزيف اللي بيحصل هناك ده. ومعاها ايه؟ معاها الكاردياك فالفز. طيب الام دي، الام دي ليها ايه؟ اتنين، مايكرو انجيوباسيك والمننجوكوكال سيبسيس. المايكرو انجيوباسيك ده ان هو بيحصل نتيجه فيزيكال دامج كده او ضربه في الارتري، فحصلت ايه؟ اوكلوجن او قفلت الارتري او قفلت الشريان ده، ان هو حصل فيه جلطه صغيره كده، او يعني الشريان او البلاد فيزل ده حجمه قل. دي الام. طيب الدي، الدي ده اللي هو الايه؟ الدي اي سي. الدي اي سي ده اختصار ايه؟ ديسيمينيتد انترا فاسكولار كواجوليشن، ان هو حصل برضو تجلط جوه الارتري. التي قلنا اللي هي الايه؟ اللي هي الثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، ان هو في كلوت بتتكون او في جلطه بتتكون في الشريان. والبي دي اللي هو الايه؟ البري اكليميجي، دي حاجه ليها علاقه بالبريجنانسي كده، ان هو حصل مشكله في البريجنانسي وست حصل فيها بليدنج كتير، فاحنا نجمعهم في كلمه ايه؟ ولد اسمه حامد عنده ايه؟ عنده تي بي. طيب خامس نوع او خامس سبب اللي هو الايه؟ المارش هيموجلوبينوريا. المارش هيموجلوبينوريا ده ان هو من اسمها كده اللي هي مارش هنا بالفرنساوي، ان هي مارش دي اللي هي جايه من فيرب مارشي ان هو بيمشي، فبين هو بكثره المشي دي او كل ما الشخص يمشي كتير فالهيموجلوبين بينزل في اليورين. بعض الانفكشن زي الملاريا او الكولستراديا بانواعها، بعض الكيميكال والفيزيكال ايجنت زي الدراجز او بعض الاندستريال سبستانسز، ممكن تكون سكندري الحاجه زي في الليفر وفي الرينال، وممكن يكون نوكتورال هيموجلوبينورين، هو الشخص الهيموجلوبين ده بينزل منه في اليورين اثناء الليل. كده خلصنا ايه؟ الاكوايرد. نخش بقى على الهيريديتري. ففي منه ثلاث اشكال. ممكن شكل اللي هو ممكن يحصل مشكله في الممبرين، فبيحصل ممبرين ديفكت بتكون واخده شكل السفيروسايتوزس او شكل السفير يعني، او الايه؟ الليبتوسايتوزس دي لو في الممبرين. طيب لو في الميتابوليزم، يبقى في الميتابوليزم عندي مشكله او نقص في اتنين انزيمز اللي هو الجي 6 بي دي اللي هو الجلوكوز 6 فوسفيت ديفيشنسي، او جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز والبايروفيت كاينيز ديفيشنسي. الاثنين دول حصل فيهم ديفكت، او في الهيموجلوبين ان هو حصل اب نورمال في الهيموجلوبين ده ان هو بيكون شكله ان ستيبل، او في الثلاسيميا وهناخد شكل وانواع الثلاسيميا دلوقتي، او بتكون واخده الشكل السيكل كده وهنقولها برضو ايه قدام. طيب كده احنا خلصنا اللي هو او خلصنا التقسيمه الكبيره اللي هي في الاكوايرد وفين وفي الهيريديتري. فاحنا كنا بنقول في الاكوايرد كنا احنا بنقسمها لجزء اميون وجزء ايه انواع تانية. في الاميون قلنا ان احنا نقولها قدام شويه، وهنا جه وقتها. هنا هو في جزء اوتو اميون وفي جزء الو اميون. الجزء الاوتو اميون ده ان هو الجسم بيبتدي يهاجم نفسه، يعني بيعتبر ان الريد بلاد سيلز اللي هو جوه الجسم دي اصلا بيعتبرها ان هي كفورين بوديز او ان هي اجسام مضاده او اجسام غريبه يعني في الجسم، فبيبتدي الجسم يهاجمها ويطلع لها انتي بوديز. وعلى حسب اختلاف درجه الحراره دي، يعني هو لو عملها في 37 درجه اللي هو عملها في وجود 37 درجه يبقى ده كده ايه؟ كولد. لو عملها في 40 درجه يبقى ده كده ايه؟ يبقى ده كده وورم. طب ايه التست اللي انا بستخدمها او ايه التست اللي بتاكد لي الموضوع ده؟ حاجه اسمها الدي اي تي تيست اللي هو الدايركت انتي جلوبولين تيست، ده بيكون بوزيتيف، او ليه اسم تاني او نوع تاني من التيست اسمه ايه؟ الكومز تيست. الفكره ان هو في الاوتوميون ان هو الجسم بيهاجم نفسه، بيهاجم الريد بلاد سيلز اللي موجوده اصلا بتاعته. انما بقى في نوع تاني اللي هو الالو اميون هيمولايتيك انيميس. الفكره ان هو ان الشخص ده اتنقل له حاجه غلط، وليكن هو الشخص ده مثلا عنده او البلاد جروب بتاعته ايه، اتنقل له مثلا بلاد جروب بي فاتنقل له ايه حاجه غلط، او ان الشخص ده بيكون ار اتش نيجاتيف اتنقل له ايه ار اتش ايه بوزيتيف، يبقى هو اتنقلت له حاجه غلط، فبيبتدي ايه الجسم يهاجمها ويطلع لها انتي بوديز فيكسر ريد بلاد سيلز. بعد ما خلصنا دلوقتي الاميونولوجيكال كوزز او الاميونولوجيكال تايبس بتاعت الهيمولايتيك انيميا، نخش بقى على النون هيمولوجيكال تايبس. النون هيمولوجيكال تايبس دي بيقول لي ان هو في الطبيعي ان الهيموجلوبين ده في منه ثلاث انواع، هيموجلوبين A، هيموجلوبين A2 والهيموجلوبين F، كلهم بيشترك فيهم الالفا. بمعنى كده او هم كلهم يعني خلينا نقول ان هم كلهم بيتكونوا من 2 pairs of chains.
اساسي فيهم الالفا. فمعنى كده ان احنا ممكن نستنتج ان هو فقدان الالفا تشينز دي سواء اي عدد منها ده هيؤدي الى ايه، هيؤدي الى ديست او هيؤدي الى مشكله كبيره جدا كنوع من انواع الانيميا، لان الالفا دي هو عنصر اساسي او هي تشين اساسيه في الموضوع، ولكن الباقي هو ايه، هو فرع، هو يعمل مشاكل اه بس مش بنفس خطوره الالفا. فبيقول ان هو في نوع اسمه الهيموجلوبين ايه، ده بيكون من 2 الفا و2 بيتا. الهيموجلوبين اي 2 ده بيكون من 2 الفا و2 دلتا. الهيموجلوبين اف ده موجود في الاطفال 2 الفا و2 جاما، او ممكن يتكون من 2 الفا ومعاهم ايه حاجه اسمها جوهر واحد بورتلاند وجوهر اتنين وفيتا الهيموجلوبين، التلاته دول. طيب دلوقتي لو حصل بقى ايه مشكله في الهيموجلوبين، اما ان هو اتكون اصلا غلط او انا عندي مشكله في تصنيع الهيموجلوبين في الفلسنسس، او في مشكله بقى في الشينز بتاعته سواء كانت الفا او بيتا، حصل نقص بقى او حصل لص في في التشينز دي، فبنسميها ايه، بسميها ثلاسيميا. بسميها ايه، بسميها ثلاسيميا. وعلى حسب بقى انا فقدت الالفا ولا البيتا هحدد النوع بتاع الثلاسيميا ده اذا كانت ميجر ولا ماينور، وحدد الخطوره بتاعتها. فبيقول هنا ان الثلاسيميا دي هي عباره عن ايه، هي عباره عن هيتروجينس جروب من الجينيتك ديس اوردرز ريزلت فروم ريديوسد ريت سينسز، ان هو نقص في تصنيع الالفا او البيتا تشينز اللي موجوده فين، اللي موجوده في الهيموجلوبين. لو هيتكلم على اول نوع بتاع الالفا ثلاسيميا، بيقول ان هو في الطبيعي الشخص بيكون عنده ايه، بيكون عنده 4 كوبيز من الالفا ثلاسيميا. لو حصل فقدان اي واحد منهم هيعمل مشكله، خصوصا ان الالفا دي هو عنصر اساسي او حاجه اساسيه في تكوين التشين بتاعه الهيموجلوبين دي. لو هو فقد الاربعه كلهم، لو فقد الاربعه كلهم هو طبيعي هو يكون عنده ايه، هو يكون عنده اربعه. لو فقد الاربعه كلهم دي هتسبرس او هتقفل خالص الالفا تشين، وهتؤدي في الاخر الى ايه، هتؤدي في الاخر الى ديس، هتؤدي في الاخر الى ايه، ديس. بسميها ايه، بيسميها هيدروبس فيتاليس. دي لو فقد الاربعه كلهم. طيب لو فقد ثلاثة، لو هو فقد ثلاثة، لو فقد ثلاثة هيحصل ساعتها نوع من نوع من الانيميا اسمه ايه، اسمه مايكروسايتيك هايبوكروميك انيميا. مايكروسايتيك هايبوكروميك انيميا نسبه الهيموجلوبين بتكون من 7 ل 10 جرام، وبيصاحبها سبلينوميجلي ان هو برضو كوسيله ايه تعويضيه، ان هو حصل نقص في الهيموجلوبين، نقص في الريد بلاد سيلز، فبالتالي يبتدي الجسم يهاجم او يبتدي الجسم يعوض ده، فبيعمل ايه سبلينوميجلي، السبلين بيكبر. بسميه ايه، بسميه الهيموجلوبين اتش ديزيز. وممكن اشوفه او بيكون فيه نوعين يعني منه، الهيموجلوبين اتش، وفي نوع تاني اللي هو الهيموجلوبين بي اللي هو الجاما، جاما 4 وبي 4، ده بشوفهم في الريد بلاد سيلز او بشوفهم فين، في الفيتس. طيب بيقول ان الالفا ثلاسيميا، الالفا ثلاسيميا دي ان هو حصل فقدان بقى في الالفا تشينز، على الرغم من ان هي شديده الخطوره ان هي ممكن تعمل ديس، الا ان الشخص ده مش هيكون عنده انيميا. ليه؟ لان الريد بلاد سيل كاونت، عدد كرات الدم الحمراء، هو نورمال عادي او هو طبيعي او هو ممكن يكون كبير، ولكن الام سي في والام سي اتش هما الايه، هما اللي قليلين. يبقى الام سي في والام سي اتش قليلين، ولكن الريد سيل كاونت هو نورمال عادي او اوفر الرقم ده. كده احنا خلصنا ايه، كده احنا خلصنا اللي هو الالفا. نخش بقى على الايه، نخش على البيتا. في البيتا ثلاسيميا دي في منها نوعين، بيتا ثلاسيميا ميجر وبيتا ثلاسيميا ماينور. المهم ان هو حصل نقص فين، في البيتا. فبيقول ان هو في البيتا ثلاسيميا ميجر دي ان هو عشان اصلا يحصل لها انهيرتنس او عشان تنتقل للاوف سبرينجز، لازم يكون التو بيرنتس يكونوا يحملوا المرض ده. يعني ايه، يعني يكونوا هيتيروجينيس. يعني لو انا معايا هنا كده الفيميل وهنا ايه الميل، والفيميل هنا ار ار وهنا ده الميل ار ار، لازم يكونوا كده. فبالتالي لما انا اجي اطلع الاوف سبرينجز هنقول ايه، ار ار هنا، وبعدين هنا في الاخر هنا ار ار، وهنا كده ده كده نورمال عادي، لان هما الثلاسيميا ميجر دي او البيتا ثلاسيميا ميجر دي بتنتقل، لازم تكون الجينز دي بتكون اوتوزومال ريسيسيف، فده كده ار ار عادي، يبقى ده كده ايه سليم. طيب دول ايه، دول كده يعتبروا كاريز، هما حاملين المرض ولكن هما مش عندهم الثلاسيميا دي، فهو ده اللي ايه، ده اللي هيكون مصاب. فعشان كده بنقول ان هو one of the offsprings، one of the offsprings of both parents A or carriers. ماشي. لو مفيش بيتا تشين خالص او حصل نقص في بيتا تشين كلها، فبنسميها بيتا زيرو او بيتا او. لو حصل كميه قليله منها فبنسميها ايه، بيتا بوزيتيف. وساعتها بلاقي ان الالفا تشينز دي بتترسب في الاريثروبلاست وفي الماتيور ريد بلاد سيلز، فتعمل صوره اشبه بال 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 بالهيمولايتيك انيميا دي او بال او بالثلاسيميا دي، فبتعمل سيفير ان انفكتيف اريثروبويسيس وهيموليسيس، بتكون يعني بتكون ان افكتيف، مش بتكون مؤثره او مش بتكون ظاهر قوي.
وبعدين بيرجع يقول هنا، بيقول ان هو كل لما الالفا تشينز تزيد كل ما شده الخطوره بتاعه الانيميا ايه دي تزيد، كل ما الالفا تشينز تزيد كل ما الانيميا او شده الخطوره بتاعتها ايه تزيد. وبيقول ان هو كثره تصنيع التشينز دي او كل ما التشينز دي بتتكون اكتر، هي برضو زي كوسيله دفاعيه كده او كوسيله كومبنساتوري علشان تتخلص من المشكله اللي موجوده عندها. بيقول الموضوع ده عكس الايه، عكس الالفا ثلاسيميا. في الالفا ثلاسيميا كنا بنقول ان هو بيحصل جين ديليشن او ان هو حصل نقص في الالفا تشينز، ولكن هنا في البيتا ثلاسيميا ان هو بيحصل ايه في جيناتيك ليجن. فبيقول ان هو انلايك الالفا ثلاسيميا the majority of the genetic lesions بتدل على ايه، بتدل على وجود ميوتيشن او بتدل على وجود طفره في الجينات اللي بتحمل الانيميا دي، بعكس ايه، بعكس الالفا ان هي فيها جين ديليشنز. وبعدين بيقول ان هو ذا ثلاسيميا ميجر از ريزلت اوف انهيرتنس اوف تو ديفرنت ميوتيشنز ايتش افكتنج البيتا جلوبولين سينثيسيس، بيسموه ايه الكومباوند هيتيروزايجوتس، لان طبعا التو بيرنتس بيكونوا ايه، بيكونوا ار ار، فدول طبعا ايه هيتيرو هيتيروزايتس، يعني هم البيرنتس الاب والام ما كانوش ار ار مثلا كده ولا كانوا كده، لا هم كانوا كارير، فلو هم لو هو ار ار يبقى ده كده هومو وده كده ايه هومو، انما دول كده ايه هيتيرو. طيب البيتا ثلاسيميا بقى ماينور، هي اقل خطوره شويه، او هي يعني مش اقل خطوره، هي هي اشد من اشد من الالفا، ولكن هي الاعراض مش ظاهره عليها قوي. فبيقول ان هي كومون، هي شائعه، ولكن هي سيمتومليس، ان هي الاعراض مش ظاهره عليها او ممكن ما تصاحبهاش اعراض، شبه الايه، شبه الالفا ثلاسيميا، شبه الالفا ثلاسيميا في ايه، في ان هي هايبوكروميك مايكروسايتيك انيميا، زائد كمان ان هي معاها ايه، معاها هاي ريد سيل كاونت، ففيها مايلد انيميا. انما كنا بنقول في الالفا ثلاسيميا ان هي ما حصلش فيها اصلا انيميا، انما هنا في مايلد انيميا. وكمان بيقول ان هي مور سيفير ذان الالفا تريد، يبقى هي اخطر من من الالفا ثلاسيميا، ولكن هي سيمتومليس وفيها هايبوكروميك ومايكروسايتيك زيها، بس فيها ايه، فيها مايلد انيميا. ايه التيست اللي بياكد لي كده، او ايه العلامه اللي انا بشوفها عشان اقول ان ده ثلاسيميا ماينر، ان هو الهيموجلوبين A2 بتكون نسبته اكتر من ايه، اكتر من 3.5. اخر نوع من الانيميا اللي هو السيكل سين انيميا، السيكل سين انيميا دي بتتشال على جين من اسمها كده، اسمه ايه، السيكل بيتا، السيكل بيتا جلوبولين جين، بس لازم يكون ايه هوموزايجوس، او الصوره الكومن منه هو هوموزايجوس، ممكن يكون هيتيرو زايجوس اللي هو على الهيموجلوبين اس سي او الهيموجلوبين اس بيتا، شايل برضو 2 الفا و2 بيتا، بس الصوره دي بتكون ايه، بتكون انسوليبل، وبما انها انسوليبل فبتكون ايه، بتكون كريستلز في وجود الـ في وجود الـ الاكسجين لما يكون ايه قليل. يبقى في السيكل سيل انيميا دي ان هو بتتشال على، هي بتتشال على الـ على السيكل بيتا جلوبولين، بتكون الصوره الاشقع منها او الصوره الشائعه منها اللي هو الهوموزايجز الهيموجلوبين اس اس، وممكن تكون هيتيروزايجز في الهيموجلوبين اس سي او في الهيموجلوبين اس بيتا، وبتتكون من 2 الفا و2 بيتا، وبتكون كريستلز في وجود الايه الاكسجين او لما يكون الاكسجين ايه قليل. طب هو اصلا هي حصلت بسبب ايه، هي حصلت بسبب ان الفالين استبدل الجلوتاميك اسيد اللي موجود في البيتا تشين في مكان رقم 6، يعني المفروض ان هو في البيتا تشين، في البيتا تشين دي في المكان رقم 6 الجلوتاميت المفروض ان هو يكون موجود. اللي حصل بقى في السيكل سيل انيمي دي ان الفالين شال الجلوتاميك اسيد ده وراحوا قاعد مكانه، مكان البوزيشن رقم ايه، رقم 6. وبكده نكون احنا خلصنا الانيميا او انواع الانيميا الموجوده عندنا في المحاضره، اللي هي النورموسايتيك انيميا والهيمولايتيك انيميا والميجالوبلاستيك انيميا والماكرو اللي هي تندرج تحت المايكروسايتيك انيميا، وعرفنا انواعهم، وبعدين عرفنا مشاكل الهيموجلوبين، وعرفنا ان هو في منه او الانيميا اللي بتنتج عنه اللي هي الهيمولايتيك انيميا، ممكن تعمل الثلاسيميا لو حصل نقص في الالفا او حصل نقص فين في البيتا باختلاف الانواع، وعرفنا اسباب كل واحد وايه اللاب فايندنجز اللي هلاقيها. دلوقتي هنخش على جزء جديد من المحاضره الا هو الهيموستاسيس. الهيموستاسيس هو ثبات مكونات الدم، ان هو يحصل بالانس ما بين المكونات المسؤوله عن الكواجوليشن اللي هي المكونات المسؤوله عن تجلط الدم، والمكونات المسؤوله عن ان تخلي الدم في صورته السائله، لازم يحصل ما بينهم ايه بالانس، لان زياده اي واحد ما بينهم اما هيؤدي الى كواجيليشن، هيؤدي الى تجلط في الدم، او هيؤدي الى ايه سيوله، هيؤدي الى بليدنج، او يؤدي الى هيموفيليا. طيب ايه هي الفانكشنز اصلا بتاعه الهيموستاتيك دي، بيقول ان هو بيعمل ايه،
اول حاجه ان هي بت maintain blood in a fluid state while it remains circulating in the vascular system، بتحافظ على صوره الدم ان هو يكون في شكل الفلويد او في الصوره اللزجه اللي احنا عارفينها. تاني حاجه ان هو وجود البليدنج او لو حد نزف في اي مكان تبتدي الكواجيليشن فاكتورز دي تبتدي تزيد او تبتدي تهاجم علشان تعمل ايه، تعمل زي كلوت او تعمل زي جلطه كده علشان توقف النزيف ده. دي اللي هي مهمه الايه، مهمه الكواجيليشن فاكتورز. طيب الفاكتورز اللي هي مسؤوله عن البليدنج علشان تشيل بقى لو هو حد مثلا عنده جلطه، فاحنا عايزين ايه نذوب الجلطه دي، فعاوزين نشيل البلاج او عايزين نشيل الكلوت اللي البلاتيليتس عملتها دي. يبقى هما ثلاث حاجات، هو ثبات مكونات الدم عشان يفضل في صوره فلويد. طيب لو هو حصل نزيف يبتدي الكلوتينج فاكتورز تزيد علشان تعمل الكلوت او تعمل البلاج دي، او لو هو اصلا فيه جلطه في الدم فتبتدي البليدنج فاكتورز دي او الفاكتورز اللي هي مسؤوله عن السيوله تبتدي تزيد علشان تشيل الجلطه دي. وهنا بيقول ان هو ايه، او في النقطه دي بيقول ان هو لازم يحصل بالانس ما بين المكونات اللي هي مسؤوله عن المسؤوله عن الكواجيليشن مسؤوله عن البليدنج، لان زادت اي واحده منهم اما ان هي تعمل ترومبوزس او تعمل ايه هيموريدج. طيب ايه هي الفاكتورز المسؤوله عنه، وايه هي الكومبوننتس المسؤوله عن الثبات ده؟ هم خمسه، البلاد فيسلز والبلاتيلت والبلازما كواجيليشن فاكتورز والانهبيتور ساتا والفيبرينولايتيك سيستم. ناخد اول واحد منهم اللي هو ايه، البلاد فيسلز. بيقول ان هو البلاد فيسل ده بيعمل او بيكون عنده دور مهم جدا في الهيموستاسيس. ليه؟ لان لو دلوقتي لو في انجري، لو دلوقتي في بلاد فيسل حصل فيه انجري، انا عايز اوقف النزيف ده، فعايز اعمل ايه، عايز اعمل فازو كونستريكشن، عايز اعمل انقباض في الدم علشان اقفل الانجري ده. فبيحصل ايه، بيحصل فازو كونستريكشن في الدم. ايه الفاكتورز او ايه العوامل يعني اللي بتنتج منه الفازو كونستريكشن ده؟ بيطلع او يعني الحاجه اللي الفاكتورز اللي بيكون مسؤول عن كده اما ان هو الانجيوتنسين او البلاتليت ممكن تعمل ثرومبوكسان اي 2. يبقى انا في دور البلاد فيسلز ان هي تعمل فازو كونستريكشن بواسطه اما انجيوتنسين او ثرومبوكسان اي 2 علشان تقفل النزيف ده. طيب دور البلاتليت، دور البلاتليت ده هو دور مهم جدا. هو بيقول ايه، لو انا دلوقتي هنا كده عندي الايه، لو هنا كده عندي البلاد فيسل كده تمام، حصل فيه هنا ايه انجري، حصل فيه هنا ايه جرح، جوه الدم هنا في ثلاث مكونات اتعرضوا، واحد اتنين تلاتة، ثلاث مكونات جوه الدم حصل لهم اكسبوجر للهواء. مين هما؟ البيزمنت ممبرين والكولاجين والمايو والمايكروفايبرز. لما حصل ايه انجري هنا، فاول ما حصل انجري هنا في زي مكونين كده راحوا اتجمعوا هنا كده. اول نوع اللي هو الجلايكوبروتين مسك مع مين، مع فاكتور كده اسمه فون فيليبراند فاكتور، اسمه فون فيليبراند فاكتور. الاثنين دول عملوا اكتيفيشن للايه، عملوا اكتيفيشن للبلاتليت، فراحت البلاتليت جايه وعملت الكلوت بتاعتها، ولكن عملت الجلطه بتاعتها يعني، والبلاتليت دي بتكون واخده شكل الايه، بتكون بيتغير شكلها من شكل ال بيتغير شكلها من الديسك شيب كده الى ايه، الى شكل سفير كده صغير. فهو ده دور البلاتيلت. لما احنا رسمناه في الصوره ان هو حصل انجري، فما حصل انجري ان هو فيه ثلاثه فاكتورز او ثلاث مكونات اتعرضوا، البيزمنت ممبرين والكولاجين والمايكروفايبرل، فبالتالي في مكونين راحوا مسكوا مع بعض اللي هم الجلايكوبروتين مع الفون فيليبراند فاكتور، مع الفون فيليبراند فاكتور مسكوا مع الجلايكوبروتين، فحصل اكتيفيشن للبلاتيلت وغيرت شكلها من الديسك لتايني سفير. وطبعا كلهم اتجمعوا مع بعض، حصل اجريجيشن بقى وكونت سنجل لير، هي طبقه واحده بس اللي اتكونت من البلاتيلت، وحصل لهم اجريجيشن اتجمعوا فوق بعض كده هم، وكونت في الاخر ايه الكلوت، او كونت في الاخر الجلطه او علشان توقف النزيف ده. في جزء الكواجيليشن هنا بقى بيقول ان هو لو حصل انجري في البلاد فيسل او حصل جرح او نزيف، ده بيؤدي للاستيميليشن لنوع من السيستم اسمه الكاسكيد سيستم. بيكون على شكل سلسله كده، كل فاكتور بيكون ان اكتف بيتحول الى الصوره الاكتف بتاعته ويبتدي اكتف اللي بعده وهكذا. فعشان كده بنسميه هو كاسكيد سيستم، ان هو في صوره تسلسليه. فايه اللي بيحصل فيه، ان هو بيقول ان اكتف زيموجين اللي هو بيكون في صوره لسه ان اكتف، بيتحول للاكتف فورم بتاعته وبعدين يبتدي ياكتف ايه اللي بعده، ده سبسيكوينت ستيبس. اللي اعرفه هنا ان الثرومبين ده يعتبر اهم واحد او اهم كواجيليشن فاكتور، بياكتيفيت رقم كام، بياكتيفيت رقم 5 و8
11، 5 و8 11، وفي نفس الوقت هو بيعمل انهبيشن او بيعمل ان اكتيفيشن ل5 و8. اهم حاجه اعرف ان السرومبين ده هو كجوكر فاكتور، يعني علشان هو مهم في حته الكواجيليشن دي. وبعدين بيقول لي ان هو ان هنا البروتين سي ده هو اللي بيعتبر بيهاجم او بيعاكس عمليه الكواجيليشن، لانه بيعتبر كانتي كواجيلانت لمين؟ لرقم 8 ورقم 5. فبنقول ان هو ان الثرومبين بيعمل اكتيفيشن لرقم 5 و8 و11، والبروتين سي اللي هو موجود من ضمن الثرومبين بيعمل ان اكتيفيشن لرقم كام؟ لرقم 5 ولرقم 8. وفي اتنين سيستم كده اسمهم التيشو فاكتور باث واي انهبيتور سيستم والانتي ثرومبين سيستم، دول بيعملوا انهبيشن لرقم كام؟ لرقم 7 و9 و10، 7 و9 و10، ومعاهم من كام؟ معاهم الثرومبين 7 و9 و10 والثرومبين. ماشي. طيب في هنا بقى الشكل ده هو مش موضح هنا قوي، بس احنا ممكن ايه نوضحه في الشكل ده. في عندي 3 باسويز، في الاكسترنسيك باسوي وفي الانترنسيك باسوي، الاثنين بيتجمعوا في الكومن باسوي. الاكسترنسيك باسوي والانترنسيك باسوي الاثنين بيحصلوا في نفس الوقت، ولكن اعرف ان هو في الاكسترنسيك باسوي بيجي لي فاكتور من بره، انا بستعين بفاكتور خارجي اللي هو الفاكتور رقم 7، الفاكتور رقم 7. انما في الانترنسيك فاكتورز، مين هي الفاكتورز اللي معايا؟ فاكتورز رقم 8 و9 و11 و12، 8 و9 و11 و12. ده كده في الانترنسيك. طب في الكومون هنا معايا كام؟ معايا 10 بيأكتف رقم 5 وبعدين رقم 2 وبعدين رقم 1. الارقام دي مهمه، واحنا هنرجع نفسرهم تاني في المحاضره تحت. فبيقول هنا ان هو في الانترنسيك باسوي ده بيحصل كل المكونات بتاعتها موجوده في الجسم عادي، موجوده في البلازما عادي، يبقى انا مش بستعين بعنصر خارجي. انما في الاكسترنال باسوي لا، انا بستعين ايه بعنصر خارجي او اللي هو الفاكتور رقم 7. في تاني نقطه بيقول لي ان هو وين بلازما كومز انتو كونتاكت مع السيرتن نيجاتيفلي تشارجد سيرفيس، يعني بيقول ان هو لو حصل انجري في بلاد فيسل او حصل في مكان حصل فيه جرح او حصل فيه نزيف او كده، المكان ده بيحمل ايه؟ بيحمل نيجاتيف تشارج. بما ان هو بيحمل نيجاتيف تشارج فده بيحفز او ده بيعتبر كده كاستيمولاي ان هو يبتدي الكاسكيد سيستم ده او اللي هو الكواجيليشن سيستم ده يبتدي ان هو يبتدي يتحفز او يبتدي يشتغل. بيحصل على تو ستيجز او بيحصل على مرحلتين. المرحله الاولى هي مرحله بدائيه اللي هي الانيشال ستيج، دي فيها 3 فاكتورز، الفاكتور رقم 12 وفاكتور اسمه البري كاليكرين والهاي موليكولار ويت كاينينوجين، 12 والبري كاليكرين والهاي موليكولار ويت كاينينوجين. المرحله اللي بعدها او هو بعد ما حصل الانيشال ستيج بيحصل كونتاكت اكتيفيشن اوف ذا بلاد كوجيليشن انفولفز رقم كام؟ رقم 11 مع الثلاثه اللي فوق. يبقى هو في المرحله البدايه ولو لسه في الاول بيكون معايا 3 اللي هو رقم 12 والبري كاليكرين والاتش ام دبليو كي، وبعدين بعدها بيبتدي يزود عليهم ايه؟ بيبتدي يزود عليهم رقم 11. بعد رقم 11 ده ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل ان هو رقم 12 ده بيبتدي يحصل له ايه؟ بروتشيليسيس، ان هو بيبتدي يتكسر شويه، فيبتدي يوصل لابسط صوره او لابسط صوره منه، لابسط صوره من الصوره رقم 12 ده، ويبتدي يحول البري كاليكراين ده الى الكاليكراين، وكمان يحفز رقم 11 ورقم 7، رقم 11 ورقم ايه؟ ورقم 7. طيب بيقول لي هنا ان هو in the presence of the tissue factor the activation of الفاكتور رقم 7 ده يؤدي لايه؟ extrinsic pathway. يبقى انا اول ما اشوف extrinsic pathway يبقى انا بستعين بتيشو فاكتور او بستعين بعنصر خارجي اللي هو رقم كام؟ اللي هو الفاكتور رقم 7. ده بيطلع لي كميات من الثرومبين، بس الكميات دي مش كبيره ولكن هي كافيه ان هي تعمل اكتيفيشن لرقم 5 ورقم 8. وبيقول لي ان هو بما ان الفاكتور رقم 9 بيمسك مع الفوسفوليبيد، فده موجود على سطح البلاتلت، ده موجود على سطح البلاتلت. وبعدين بيقول ان هو ان الفاكتور رقم 8 ده بيعتبر ككو فاكتور. ومين اللي بيعمل له اكتيفيشن؟ احنا قلنا قبل كده الثرومبين، ان الثرومبين كان بيعمل اكتيفيشن للفاكتور رقم 8، وكمان في نفس الوقت كان بيعمل له انهيبيشن، فهو بيعتبر ككو فاكتور اللي هو الرقم 8. الثرومبين هو اللي بيحفزه وده بيزود الرياكشن او بيعمل اكسلريشن للرياكشن 200,000 مره. انما الفاكتور رقم 7 ده كان من ضمن الاكسترنسيك باسوي، ده يعني بيحتاج وجود البروثرومبين وبيزود العمليه دي 300,000 مره،
300,000 مره. التيشو فاكتور ده بيقول ان هو موجود في البرين وفي اللنج وفي البلاسينتا. طيب انا عايز اعرف بقى السنترال رول او الدور المهم بتاع الترومبين، والترومبين ده اهم دور يعتبر في الـ في الـ في الكواجيليشن ده، فاحنا ممكن نسميه اللي هو الجوكر كده. ليه؟ لان هو بيعمل، هو بيحول البروثرومبين الى ثرومبين، وفي نفس الوقت هو بيكسر برضو البروثرومبين. في نقطه رقم 6 دي بيقول ان هو it also acts as auto catalytically on prothrombin، يعني معنى كده ان هو بيقدر يتحكم في نفسه، عشان كده بيقول ان هو control its own generation، بيقدر يتحكم في نفسه، بيحول البروثرومبين الى ثرومبين، يعني بيعمل له اكتيفيشن وبيكسره وقت ما يحب، فهو بيقدر يتحكم في نفسه. دي اول ايه نقطه او اول نقطتين. تاني حاجه ان هو بيعمل ستيميليشن لرقم كام؟ لرقم 13، وبياكتيفيت رقم 5 و8، وفي نفس الوقت بيعمل ان اكتيفيشن رقم 5 و8. طبعا هو له دور مهم فين؟ في البلاتليت اجريجيشن. في رقم 7 بيقول ان هو بيحول الفيبرينوجين الى فيبرين، فيبرين مونيمرز، بعدين يبتدوا يجمعوا مع بعض عشان يكونوا بوليمر كبير من الفيبرين، وفي الاخر تكون الايه، وفي الاخر تكون الكلوت. طيب انا عايز اعرف بقى ايه ايه اللابوريتري تيست، او بعد ما اشوف بعد ما عملت الكوجليشن والحاجات دي، عاوز اشوف بقى وقت النزيف بيبقى قد ايه الطبيعي، يعني وقت الكوجليشن بيبقى قد ايه، وقت البروثرومبين اللي هو المفروض يكون موجود، وهكذا. فاول واحد هنشوفه هو الايه، هو البليدنج تايم. لو انا جبت دبوس وشكيت بيه بيشنت كده، عاوز اشوف بقى الوقت الطبيعي اللي هو المفروض يحصل فيه بليدنج، امتى هيقف. لقيت ان النورمال رينج، لقيت النورمال رينج بتاعه بيفضل ينزف، او بيبتدي يحصل بليدنج كده، او بيفضل يحصل بليدنج لمدة من دقيقة 3 دقايق. وفي نوع تاني او في طريقة تانية اسمها الايفيس ميثود، على حسب العالم اللي عملها، دي من دقيقتين لسبع دقايق. ونعرف هنا او ناخد بالنا هنا ان هو بيحصل هنا بالدقايق مش بالسكندز. طيب ممكن او ممكن البليدنج ده يطول، يعني ممكن يبتدي يفضل ينزف كده، ما النزيف ده ما يقفش. ايه اسبابه؟ هنجمعهم في كلمة ايه؟ هنجمعهم في كلمة دي في تي. الدي ده اللي هو ايه؟ هو عباره عن ديس اوردرز في البلاتليت فانكشنز. البلاتليت مش عارفه تشوف شغلها كويس، او الفانكشن في ديس اوردر، او في ابنورمالتي في الفانكشن ده، فبالتالي البلاتليت مش عارفه تكون كلوت، فمش عارفه توقف النزيف ده. الفي ده اللي هو ايه؟ اللي هو الفون فيلي براند ديزيز، زي ما احنا قلنا في البدايه ان هو الفون فيلي براند فاكتور ده له دور مهم مع الجلايكوبروتين علشان يكون البلاتليت، فحصل نقص فيه فبالتالي البليدنج هيزيد. او ممكن يحصل فاسكولار ابنورمالتي برده، نفس الحكايه. في حاجه اسمها، في سندروم كده اسمه ايهلر دانلوس سندروم، ان هو برده مشكله في البلاتليت، فالكواجيليشن مش شغال كويس. التي ده اللي هو حصل ايه؟ ثرومبوسايتوبينيا، ان هو حصل نقص في عدد البلاتلت. كده خلصنا الايه، البليدنج تايم. عايزين نخش على الكلوتنج تايم، عايز اشوف بقى هياخد وقت قد ايه علشان يبتدي الدم ده يتجلط، او يبتدي في جلطه تتكون عليه. الوقت الطبيعي بيقول ان هو بياخد من ايه، من 5 دقائق لربع ساعه. ده بيكنترول الانترنسك ولا الاكسترنسك باس واي؟ الانترنسك باس واي. طب ممكن يحصل برولونجيشن، ممكن يطول الكلوتنج ده، ايه الاسباب بتاعته، او ايه الحاجات اللي ممكن تؤدي لكده؟ بما ان هو بيتحكم في اللي هو الانترنسك باس واي، فممكن يحصل ديفيشنسي في اي فاكتور في الانترنسك او في الكومون باس واي، اي فاكتور نقص فيهم، فبالتالي ايه، هيطول العمليه دي، هيطول الكلوتنج ده. او حصل مشكله انترافاسكولار، سواء كانت مثلا ليفر ديزيز، ممكن يحصل هيبارين، او لو حد بياخد هيبارين تريبل، لان الهيبارين ده بيعتبر حاجه زي انتي كواجولانت كده، او حاجه بتساعد على السيوله شويه، فده لو حد بياخد هيبارين ثيرابي، او حد بياخد انتي كواجولانت، فدي الحاجات دي كلها بتزود الكلوتينج تايم، بتزود الكلوتينج تايم. بعدها نخش على ايه، على البروثرومبين تايم، وقت البروثرومبين اللي هو يكون موجود في الدم. احنا اصلا عارفين ان البروثرومبين بيتحول الى ثرومبين بواسطه مين؟ بواسطه الثرومبين، بمزاجه، يعني هو وقت ما يحب ان هو، او وقت ما يحتاج يعني ان هو يحوله للثرومبين بيحوله، وقت لما يبتدي عايز يكسره ويحافظ عليه وهو موجود كده برضه بيحافظ عليه، لان هو بيقدر يتحكم في نفسه، اللي هو ثرومبين يعني بيقدر يتحكم في العمليه دي. المهم ان نسبه وجود البروثرومبين ده في الجسم بتكون ايه بقى، هنا هنبتدي نعد بالسكندز بقى، من 11 ل 16 ثانيه. النورمال رينج بتاع اول اكتيفيتي بيبقى شغال من 70 ل 100، من 70% ل 100%. بيقول ان هو يعني هو بيحسب الكلوتينج تايم بتاع، بيحسب الكلوتينج تايم بتاعة البروثرومبين ده في وجود كميات معينة او تركيز معين يعني من الثرومبوبلاستين، بيتحكم فيه الاكسترنال كلوتينج سيستم. هنا الاكسترنال كلوتينج سيستم مش الانترنسك، لازم الاكسترنسن، يبقى هو شغال هنا في ايه اللي هو رقم 7.
طب لو طول شويه هيكون ايه الاسباب؟ ممكن حد بياخد انتي كواجلانت، سواء كانت اورال انتي كواجلانت مثلا، في مشكله في الليفر ادت الى اوبستراكتيف جونديس، نقص في الفيتامين كي، نقص في الفيتامين كي، فبالتالي برضو زودت الوقت بتاعه، او نقص في اي فاكتور من الاكسترنسنج او في الكومون باس واي، لان احنا برضو لو بيتحكم في الاكسترنسنج باس واي، والاكسترنسنج باس واي كده كده في الاخر هيصب فين؟ في الكومون باس واي. او حصل دي اي سي، دي اي سي ده اللي هو الايه، ديسيمينيتد انترا فاسكولار كواجيليشن، اللي هو زياده الكواجيليشن في الدم. اللي هو دلوقتي النوع الرابع، عايزين نشوف في الوقت بتاع الاكتيفيتد بروثرومبين، اكتيفيتد بروثرومبين ثروبينج تايم، عايزين نشوف الوقت بتاعه، بيبقى حوالي من 28 ل 45 ثانيه. ده بيقيس ايه؟ ده بيقيس الكلوتينج تايم، ده بيقيس الكلوتينج تايم بعد بعد ما يحصل بعد ما يحصل اكتيفيشن بتاعه الكونتاكت فاكتور دي، بس من هنا من غير ما اضيف بقى ايه، من غير ما اضيف ثرومبوبلاستين. في اللي فات كنت انا بقول ان هو لازم يكون ثرومبوبلاستين، هنا من غير ما اضيف ثرومبوبلاستين، وهنا اللي بيتحكم فيه الانترنسنج. يبقى لازم افرق ما بين الاكتيفيتد ده وما بين الايه اللي فوق. اللي فوق ده كان بيتحكم فيه الاكسترنال، انما هنا كان الانترنال. اللي فوق كان لازم كان لازم اضيف ثرومبوبلاستين، انما هنا مش لازم اضيف ثرومبوبلاستين. طيب ده بيشتغل ازاي؟ بيقول ان انا مثلا وانا معايا تيوب كده، التيوب دي انا حقنت فيها ايه، انا حقنت فيها مثلا ايه، بلازما. لو سبتها شويه كده اهو وضفت عليها ماده كده اسمها الكولين، هيبتدي يخرج فاكتور كده، هيبتدي يخرج منها فاكتور كده. الفاكتور ده رقم كام؟ الفاكتور ده رقم 12. الفاكتور رقم 12 ده المفروض ان هو هيحول، هيحول الفاكتور رقم الفاكتور رقم 11، فاكتور رقم 11 الى حاجة اسمها ايه، 11 ايه، ماشي. بس هو لسه مفيش كواجيليشن. ليه مفيش كواجيليشن؟ قال لي ان هو علشان وجود الكواجيليشن ده لازم يكون فيه كالسيوم، لازم يكون فيه كالسيوم، وانا لسه ما ضفتش كالسيوم. طيب لو بعد ما اضيف الكالسيوم ايه اللي هيحصل؟ بعد ما اضيف الكالسيوم، بعد ما اضيف الكالسيوم ده، ان هو الرقم 11 ده هيبتدي يتحول لرقم ايه، لرقم 9، ويبتدي ايه الكواجيليشن تكمل، الكواجيليشن تكمل. بيقول ان هو في بعض الاحيان انا ساعات بضيف الفوسفوليبيد لو البلاتلت موجوده قليل في البلازما، في حالات البلاتلت بور بلازما بضيف ايه، بضيف الفوسفوليبيد. وبعدين بيقول ان هو ان التست ده مش بيعتمد بس على الكونتنت فاكتور اللي هي رقم اللي هي رقم 8 و9، ولكن هو برضو بيعتمد على ايه، بيعتمد على اللي احنا قلناهم هم بتوع الكومن فاكتورز، اللي هو رقم 10 و5 و2 و1، اللي احنا كنا بنقول ان هو الاكسترنال هنا والانترنال هنا، وبينزل تحت كده هنا الكومن، كنا بنقول ان هو هنا 10 و5 و2 و1 بالترتيب، كل واحد بيحفز اللي بعده، كل واحد بيحفز اللي بعده. طبعا هو سنسيتيف لايه، للانتي كواجولانت، وفي نفس الوقت الايه، للهيبارين، ماشي. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تطول الاي بي بي تي ده؟ نفس الاسباب اللي فاتت، ان هو ممكن يحصل دي اي سي، ان هو مشكله في المشكله في الدم، عملت كواجيليشن، ليفر ديزيز، حد مثلا اتنقل له دم غلط، ماسيف مثل ترانسفيوجن، ان هو اتنقل له دم غلط او اتنقل له دم بكميات كبيره جدا، حد بياخد هيبارين او انتي كواجيلنت، او حصل نقص في الكواجيليشن فاكتور، سواء كانت انترنسيك او كومون او في او بتاعه الكومون باس واي. ولازم في كل تايم لازم نفرق اللي هو بيتحكم فيه انهي باس واي، الانترنسيك ولا الاكسترنال باس واي. رقم 5 وده الاخير، اللي هو الترومبين تايم. الترومبين تايم المفروض ان هو وقته الطبيعي اللي موجود في الجسم من 15 ل 19 ثانيه، من 15 ل 19 ثانيه. بضيفه على بضيف الترومبين ده، بضيف الترومبين ده على على البور بلاتلت بلازما، وساعتها بقوم قايسه الايه، بقوم قايسه التايم بتاعه. يبقى انا عشان اقيس الترومبين ده بضيفه على الايه، بضيفه على البور بلاتلت بلازما. وبعدين بيقول ان هو التايم ده بيتاثر بايه، بيتاثر بالفايبرينوجين ديس فانكشن، وكمان بيتاثر بالهيبارين والاف دي بي ده، الاف دي بي ده اللي هو الفيبرين ديفيشنسي، اللي هو الفيبرين ديفيشنسي بريزمين، ماشي. طيب ايه الاسباب اللي ممكن تطول التايم بتاعته ده؟ حاجات ليها حاجات كلها خاصه بايه، بالفايبرينوجين، بما ان هو متاثر بيه، متاثر بالفايبرينوجين، فممكن يحصل هايبو فايبرينوجينيميا زي في حالات الدي اي سي او في حالات الليفر ديزيز، او ان هو يحصل ديس فايبرينوجين، ما هو حصل نقص في الفايبرين او في نقص في الفايبرينوجين ده، او هو حصل الفايبرينوجين ده اصلا احنا ما عرفناش نكونه، او انكريز في الكونسنتريشن بتاعه الفايبرين ذات نفسه. هو المفروض ان هو متاثر بالفايبرينوجين مش الفايبرين،
فهو دلوقتي احنا عندنا نقص في الفايبرينوجين وزياده في الفايبرين او في حالات الهايبو البينيميا. وبيقول لي ان هو لو زاد زياده عن اللزوم قوي ده هيكون بسبب ايه؟ ده هيكون بسبب ان الهيبارين عمل انترفير مع الثرومبين، ده عمل انترفيرنس مع اللي هو حصل زياده قوي او الوقت بتاعه طول زياده عن اللزوم، ده بسبب الرياكشن بتاعه الهيبارين مع الثرومبين فايبرينوجين. ده اللي هو حصل ما بينهم ميكس كده او الاثنين اندمجوا مع بعض، ده هيطول الوقت قوي. ده اللي هو الاربع اسباب دول او الخمس اسباب دول طولوا الوقت. طب لو في حاجات ممكن تاثر وقت زي في حالات الايه، زي في حالات الكواجيليشن، يبقى اللي فاتوا دول اللي هو حالات نقص في الفايبرينوجين او الفايبرين هو اللي زاد، ولكن لو هو حصل شورتنج في التايم بتاعه ده في حالات الايه، في حالات الكواجيليشن. في الاخر كده بيقول لي ان هو في اتنين نوتس كده بسيطه، ان هو بيقول ان هو في الكلوت دي او ممكن الجلطه دي ممكن تكون عامله على شكل بولك كده او شكل حاجه مكلكعه كده، في حالتين، في حالات الليفر ديزيز او في حالات نقص الفايبرينوجين، زي فبنسميه الفايبرينوجينيميا. وبيقول ان هو الفايبرينوجين ده ذات نفسه ممكن يعلى، ممكن يعلى، فبالتالي يطول التايم بتاع يطول التايم بتاعه الفايبرينوجين او الوقت بتاعه في الدم. فانا عايزه، لو انا عايزه اخفف الوقت او انا عايزه اصحح الوقت، اصحح العمليه دي او عايزه اقصر الوقت بتاعه شويه، فبخفف بدي زي صلاين كده، بدي زي صلاين كده علشان نخفف الكونسنتريشن بتاعته. وبس دي كده يعتبر المحاضره بتاعتنا. انا عارفه ان انا طولت شويه، وعذرا يعني لو في بعض الحاجات ما كانتش واضحه، وان شاء الله يعني تكونوا فهمتوا يعني باذن الله. بالتوفيق.